بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24 الآن. أرحب بكم وأرحب بضيوفي داخل الاستوديو، الكباتن المحلل البرنامج كابتن مدسر محمد علي. مرحبا كابتن مدسر. مرحبا استاذ طارق، مرحبا بالساده مشاهدي فضائيه السودان 24 الان. اخص التحايا لمتابعي برنامج كورتنا، وسعيد جدا اكون برفقه ضيفك الكريم والصديق العزيز هيثم عربي. اتمنى انه نوفق في حلقه اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا ارحب بالكابتن هيثم عربي محلل برنامج كورتنا. كل الحب والاحترام استاذ طارق، والترحيب بجماهير القناه العريقه، ورحب بأخي وصديقي كابتن مدثر، وإن شاء الله تكون حلقة يعني على قدر التطلعات. إذا مشاهدي الكرام، حلقة إن شاء الله ممتعة. ينطلق قطار هذه الحلقة بعناوين الحلقة. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد أن استمعنا إلى أبرز العناوين وقبل الدخول في المحاور، هنالك خبر هو فوز الكاميروني الدولي السابق صموئيل إيتو برئاسة الاتحاد الكاميروني عقب الانتخابات التي أقيمت مساء اليوم أو خلال اليوم، بعد أن تقدم الكابتن إيتو على منافسه ب 43 صوت مقابل 31 صوت، وهو فوز مستحق لنجم كبير يؤكد التخطيط اللي بتقوم عليه الرياضة في الكاميرون. وسعيدين جدا بهذا الخبر، لأنه إيتو نجم كبير ونجم قدم للكرة العالمية والكرة الأفريقية والكرة الكاميرونية. كابتن مدسر، فوز مستحق وفوز يعني يسلج الصدر حقيقة. طبعا هو لاعب عالمي. نعم. هو الحاجة ضربت معلم للاتحاد الكرة في الكاميرون. نعم. في علاقاته وأن العالم كلهم بيكونوا عارفين رئيس اتحاد الكرة في الكاميرون. نعم. من اللعيبة العالميين اللي مارسوا اللعبة، وأكيد حيكون شايل معه كل خبراته وتجاربه والثر اللي اكتسبه من أفريقيا ومن أوروبا. فهيكون نتيجة لتطور الكرة في الكاميرون. الخبز لخبازه. وده اللي احنا بنناقشه دائما يعني في الرياضة السودانية. اتمنى انه يعني اللعيبة عندنا لعيبة اكاديميا متفوقين حتى من الوزراء اللي بيعينوهم صراحة. كابتن هيثم، فوز ممكن يعني انا غايته شخصيا فرح جدا بهذا الفوز، يؤكد التخطيط اللي بتقوم عليه الرياضة في الكاميرون، وحتستفيد الكاميرون من هذا الترشيح وهذا الفوز، حتى بالعلاقات وغير الخبرة وغير انه هو صاحب اختصاص، فاكيد حيستفيد من علاقاته في تطوير الكرة في الكاميرون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة انا اشاركك الفرحة استاذ طارق. احنا برضو كلعيبة بنفخر جدا لما يكون في لعيبة على مستوى من الفهم وعلى مستوى من التطلعات، وما حصروا نفسهم فقط على الميدان. نعم. وعلى العشب الاخضر زي ما بقولوا، لا، كان عنده تطلعات اكثر من كده. صامويل إيتو من أيام هو لاعب كان عنده بعض البصمات الإدارية اللي بتثبت أنه هو مستقبل رائع جدا للكرة الكاميرونية. يعني كان حتى بيدعم المنتخب الكاميروني، بيدعم اللعيبة الخارجيين، بيساهم في حلول لمشاكل كثيرة كان بيواجهها الاتحاد الكاميروني في فترات. ففي كاريزما بتاعت قيادة للاعب اتجول على أعلى مستويات الكرة في العالم. بالتأكيد زي ما ذكر صديقي وأخي كابتن مدثر، يعني هو حيكون يستفاد يعني خبرة كثيرة. دائما يعني إحنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معناه إنه في السفر في فوائد كثيرة، وهو سافر كثير واحترف كثير ولقى حاجات كثيرة. بالتأكيد حيكون حتى الملف اللي قدمه ما كان ملف ساكت. نعم. إنه يديه الأصوات الكبيرة 43 مقابل 31، أصوات كبيرة أمام الرئيس السابق في الاتحاد الكاميروني. بالضبط. نعم. الرئيس اللي عنده نهائيات أمم أفريقيا. نعم. يعني شهر 2 الجاي، شهر 1 الجاي. نعم. عفوا. فتخيل إنه أنت تغلبه، ومعناته أنت فعلا ملفك متكامل، ملف كبير، ملف ينم على الاحترافية كاملة، عن إداري رائع. نتمنى له التوفيق، وإن شاء الله نتمنى لينا برضه نلقى توفيق زي ده بإذن الله. نعم، إن شاء الله نبارك له ونتمنى له التوفيق. ومباشرة إلى المحاور، وكابتن مدسر، ممكن النتائج المخيبة للآمال للمنتخب الوطني السوداني، واللي أدت إنه الناس على الأقل ترجع عشان تناقش خسارة أول الأسباب اللي أدت لهذا الظهور الغير متوقع، من ضمنها موضوع رزنامة الدوري السوداني وعدم تواكبه مع الدوريات العالمية وأثر ذلك في التطور بتاع الكرة السودانية. طيب، هي زي ما أنت ذكرت هي تراكم أشياء كثيرة جدا. نعم. وللأسف الشديد نحن بنصطحب معانا سلبيات كبيرة في كل موسم، من ضمنها رزمانة ناخذ يعني نبدأ بآخر ما تحدثت عنه. أنا عايز أتكلم عن الرزمان كل النقاط، لكن حنبدأ من آخر ما انتهيت أنت. نعم. هو الرزمانة بتاعت الدوري. نعم. رزمانة الدوري دائما عندنا مقلوب.
نعم. لأنه بنخش بندخل نفسنا في صراعات، وحتى لما نيجي يتعمل الرزمان بتاعت الجدولة بتاعت ما في مراعاة، بالرغم من إنه في مشاركات الأندية والمنتخبات تواريخها مسبقة بكون معلنة نعم. معروفة للاتحاد نعم. بيجي يدخل نفسه في نفق مظلم بأنه حتى تحديد المواعيد شيء غريب. الدلالة على كده حسي حاليا الدوريات في كل العالم مشت قطعت مشوار ونحن لسه ما بدينا نعم. ده يتكرر في عدد من المواسم، بالإضافة على أنه ما الناس دي دخلت اتحادات الاتحاد العام الانتخابات اللي اتعملت ما كان في التوقيت الزمني ما كان في محله نعم. المنتخب يعني صراحة كان من سوء حظنا، نقول من حسن حظنا رغم أنه كان ظهر بتأهله في نهايات أمم أفريقيا ونهائيات البطولة العربية وكان ماشي كويس صراحة، إلى أن جاءت كل الأشياء اللي أنت ذكرتها، بقى أن المنتخب يعني عانى معاناة، وحس حاليا نفس المنتخب اللي كان بحقق نتائج بيعاني من كثرة المشاركات، وبعدين حتى الأجهزة الفنية نفسهم كانوا بيخلقوا يعني بيوقفوا الدوري عشان تعمل لك مباريات ودية بدون مشاركة. يعني أنا 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 كنت مدسر معلش، هي الكلام عن مشاكل الكرة السودانية كثير، لكن أنا داير أتكلم عن المحور بتاع جدولة الدوري السوداني واختلافه مع الدوريات العالمية، واللي أثر تماما على المنتخب في مشاركته في البطولة العربية، لأنه اللعيبة دخلوا وهم حتى مباريات ودية ما عندهم والدوري متوقف ودخلوا ما هم بتمارين فقط. أصلا الدوري ده كان ربما يضيف للمنتخب نعم، كان يكون نوع من الإعداد حتى نتائجنا نحن في تصفيات الأمم الأفريقية نعم، كان السبب الأساسي في الدوري بعد ذلك التراجع جاء من شنو؟ من كثرة المباريات نعم، وعدم الجاهزية النوعية للمنتخب نفسه نعم. المنتخب أنت بتحرم اللعيبة مثلا من الدوري، بتوقف الدوري عشان تعمل تجميع للاعبين بدون مباراة، هذا الأساس يستفيد إيش المنتخب مثلا. وحاليا أنا أخشى أنه الموسم الجاي حنمشي بنفس النمط، لأنه حيفكر لو حاول الاتحاد العام الحالي فكر أنه يعمل دوري هو طبعا مشكلة. حتى لأنه الجدول ممكن طلعت والمفترض على حسب القرار الأولي 15 ديسمبر يتم وتم تأجيل الآن. أنا أقترح أنه أساسا أنه نحن كمعالجة بسيطة انه اساسا ما نقع نخش في نفس انا المعالجات دي دايره، انا دايره اناقش الان الاسباب صراحه زي ما انا ذكرت لك الاسباب، انه اللجنه المنظمه نفسها انت بتختار ناس ما لازم يكون عندهم الكاريزما وعندهم الخبره وعندهم يخط الجدول الجغرافي للمنتخب للمنتخبات والانديه المشاركه، وبعد ذلك بتيجي تعمل الرزمان تحت الدوري ويكون مطابق مع الـ مع الـ مع الانديه اللي انت بتباريه في البطولات الافريقيه. طيب يعني المفروض ما نشيز طبيعي جميل نعم. كابتن هيثم، انا لما نتكلم عن الدوري السوداني وتوقيته المختلف من الدوريات هنا الدوريات العالميه، اتكلم مش عن المشاركه، هي المشاركه ممكن فتحت باب انه نحن نناقش مثل هذه المشاكل، لكن حتى لو تكلمنا عن مستوى هلال المريخ، ممكن اخر معسكر لو كان في الدوري في جمهوريه مصر العربيه كان لما مشوا حتى ما لقوا أندية يتباروا معاها، لأنه الأندية شغالة بدورية وإنت لسه يا دوبك دار تبدأ. الآن هلال مريخ في القاهرة، واليوم الهلال ممكن أدى مباراة مع فريق درجة ثالثة أو درجة رابعة اسمه ذاك ما معروف، كان مفروض يلعب مع الإنتاج الحربي، لكن الإنتاج الحربي مشغول بمبارياته وإعداده للدوري، فالشيء ده مؤثر حتى في معسكرات الأندية ومعسكرات المنتخب. إنت عشان تمش تعمل معسكر بره، بل مؤثر حتى إنت عشان تجيب لاعب محترف حتلقاه هو نشط في دوري آخر ما حيجيك حسي، إذا دار تجيب مدرب ما حيجيك. يعني لا يمكن انت تكون العالم كله ماشي باتجاه وانت ماشي باتجاه اخر. والله طبعا دي حقيقه كبيره جدا. انا قبل اي شيء انا هتكلم عن الاسباب زي نعم. ما انت ذكرت يا استاذ طارق نعم. انا طبعا كالعاده بقول انه الاسباب اسباب فكر نعم. قبل كده ذكرت انه احنا محتاجين لبعض القاده اللي بيسموهم ترانسفورماتيف ليدرز، اللي هم قاده التغيير نعم. قاده التغيير دي اللي بيجوا بافكار غير الكوبي بيست اللي شغال في السودان من سنين حقيقة دي مشكلتنا احنا ايوه احنا بيجي اتحاد وبيمشي اتحاد بنفس المنظومه الفكريه، انا بتكلم عن المنظومه الفكريه نعم. بنفس التوجهات بنفس التطبيقات، فبتلقى انه الكوره حقتنا ماشيه بنفس الدمار وبالانحدار اللي احنا شايفينه. رزنامه الدوري دي يا استاذ طارق كما انت ذكرت وتفضلت انه هي اثرت في إعداد منتخبنا في إعداد أنديتنا بسبب الرزنامة المقلوبة اللي رئيس الاتحاد هو عارف تماما إنها مقلوبة، وبعد ده بيجي وما بغير نعم.
رئيس لجنة المسابقات عارف تماما إنها مقلوبة وبيجي ما بغير. فإذا أصبحت المشكلة وين؟ أصبحت المشكلة في الإنسان الحاكم للرياضة. المشكلة في الناس دير هم، ما هي المشكلة فينا إحنا، ولا المشكلة في الجماهير، ولا كدولة كعموم. لأنه يعني الدولة كعموم أصلا هي فيها مشاكل كثيرة، لكن أنت برضو حاول إنه تنجز حاجة ما بالموجود وما بتحتاج، لأنه أنت تقول لي يا أخي الإمكانيات المادية ما في، دي ما عندها علاقة بالموضوع ده. ما عندها إمكانيات الفكرية ما في. أنا ده الكلام اللي بقوله. أضف إلى ذلك، شوف أنت ذكرت حاجة، قلت الهلال والمريخ ما لقوا فرق يستعدوا بيها. طيب أنا حسأل سؤال، لو شاركت الأندية زي الأهلي المصري والزمالك بيحتاجوا لفريق يلعبوا معه عشان يستعدوا؟ لا. مر عليكم الكلام ده؟ لأنه هم مباريات متواصلة في الدوري. مر عليكم الكلام ده؟ لا لا، ما في الكلام ده، ما في إلا عندنا هنا. عندنا في المملكة العربية السعودية النصر والهلال شاركوا في آسيا، هل يحتاجوا لفرق يلعبوا معها؟ بيلعبوا وديات داخلية. نعم. لأنه جاهزين، لأنه الرزنامة جاهزة، لأنه في حاجة اسمها الفيفا دايز من الأول بيوقفوا كل النشاط المنتخب يشترك فيه، في تصفيات عندها علاقة بالأندية بيوقف النشاط، لو ما لا ممكن ما يوقف النشاط بس بيأجلوا الكور للفريق المعنية، ما بيكون فيه إشكالية، ما في تداخل، ما لكن إحنا كل شيء فيه تداخل، كل شيء فيه يعني صراحة عدم فكر واضح، فيه ماشين المكتوب يمكن من سنة 70 لغاية حسا ماشين بيه، لأنه سنة 70 ده بيعتبروا السنة، بتعتبر السنة الفلكية عندنا اللي إحنا طلعنا بها القمر وتاني ما رجعنا يعني. فكله كوبي بيست استصطاري، ما في ناس خلاقين، ما في يعني كرياتيف، ما في ابتكار، ما في إبداع، ما في تفكير. دي أسبابنا والله، ما عندنا غير كده. إحنا لو لقينا إداريين على مستوى وفهم عالي والله العظيم نحل أي حاجة، وما شرط إنه أنت يعني تحل الأمور دي بين يوم وليلة، أنت خدت الرؤية بتاعتك القصيرة والمتوسطة والطويلة وحتلقى الإنتاج وحيظهر الإنتاج بكل صراحة. أنتوا لو عايزين يعني ممكن أقول حاجة، حس إحنا قدامنا المنتخب الوطني عنده في يناير تصفيات الأمم الأفريقية، والهلال المريخ في فبراير. فبراير عنده مجموعات في أبطال أفريقيا. نتكلم في حلول ولا نأجلها؟ نعم بس قبل ما أتكلم في حلول أنا جايك كابتن مدثر. بالضبط. يعني كابتن مدثر الموسم المقلوب ده هلال المريخ اللي هم أساس الكرة السودانية ممكن بإمكانياتهم بيمشوا بعملوا معسكرات برا، وأيا كان نوع المعسكر في النهاية في تجمع بتاع لاعبين. لكن ده قاعد يأثر تماما على المشاركات بتاعت الأندية الأخرى، الأهلي مروي، الأمل عطبرة، لأنه بيجي بيلعبوا التمهيدي في البطولات الأفريقية بدون إعداد وما عندهم إمكانية مش عاملوا معسكر. وحتى هم نفسهم الأندية اللي بتعمل معسكرات وترجع ما بيستفيدوا منها، لأنه زي ما ذكر كابتن هيثم في بداية الموسم الأندية بتعمل معسكرات خارجية. بنبدأ نحن التمهيدي في أفريقيا بنبدأه ونحن دورينا ولسه دورينا ما بدأت. نعم. فالناس انت عشان البدايه الصحيحه عشان تبدا انت دائما بتبدا من تدريجيا زي ما قال المباريات من حيث المستوى نفسه. نعم. لكن انت بتصطدم بانه الانديه الثانيه بيكون في الدل عامل جاب في الدوري السوداني. نعم. وبعدين اقول لك شيء باختصار، نحن ما لم يجب فريق غير هلال المريخ يكون بطل للدوري السوداني للدوري السوداني ما حنتجد. طب حيجي كيف؟ نعم. ما حيجي بيظهر له حيجي بالتخطيط؟ سوء الإدارة نحن ذكرناه، نحن من الأول مشكلة الكرة السودانية إدارية بحتة. نعم. الكلام ده كررت الكلام ده في المنبر ده كثير. نعم. هي إدارية بحتة، لأنه نحن ما لم نحن حتى الإشكالية الآن اللي بنحل اللي بنناقش فيها دي هي إشكالية إدارية. وبعدين أنت كاتحاد عام مثلا لو في خلل فيك، أنا مهما أكون النادي منظم نفسي رتب نفسي أنا مربوط بك، حتى لعبتي مرتبطة بك في منتخب المنتخبات. نعم. فأنت بتعمل لي خلل حتى لأنه الأندية اللي ماشية بسيستم معين يعني الخرمجة اللي أنت بتعمله بتنعكس عليه سلبيا يعني. أيضا من الآثار للشيء الحاصل ده، وزي ما بقوله نحن ماشيين في اتجاه والدوريات ماشية في اتجاه، أنا كهلال مريخ أو كنادي سوداني عشان أمشي أجيب محترف دائما بنجيب المحترفين ممكن أقول لك بالداري كده العاطل اللي ما عنده نادي. أيوة. او اجيب مدرب اصلا هو ما شغل. ليه؟ لانه النادي اللاعب بيكون مستمر مع ناديه وبكون الموسم لسه ما انتهى في باقي الدول، والمدرب بيكون مستمر مع النادي وما انتهى. صح، لانه ما حتلقى لاعب ولا مدرب بقيمه بيكون فاضي. نعم. الفاضي ده معناته يا اما هو ما عايز يدرب لسبب معين كمدربين مثلا، وده شيء نادر. اي نادر، لانه في مدربين مرات بيقول لك خلينا ارتاح شويه وده نادر. اما اللاعبين ما حد يلقى لاعب حيضحي زي ما بقولوا دي وظيفته يعني حيضحي بها في عكس الدوريات يعني. ف
دي برضو إشكالية كبيرة وتكلمنا فيها لما جو الهلال والمريخ حاولوا إنهم يعني يدعموا صفوفهم في وقت غريب جدا طبعا لأنه ما في أي محترف قاعد فاضي، فجابوا أسامي وحتى بتذكر قالوا دي حسب رؤية مدرب الهلال أيام ريكاردو، قلنا هل ريكاردو بالله بيعرف اللعيبة دي؟ يعني قدمنا سؤال استنكاري، قلنا لو ريكاردو بيعرف اللعيبة دي معناته ريكاردو ذاته ما أعتقد أنه مدرب كبير، لأنه دي اللعيبة إحنا ما بنعرف، خليك من مدرب كبير وعارف أدغال الحاجات وعارف تفاصيله وكذا. فأنا بقول برضو الخلل الإداري كبير أستاذ طارق، كبير جدا جدا. وأنا أعتقد الحل مكاشفة النفس واحد، دي ما في طبعا. الحل إنه يكون عندنا يعني قادة يعني نوعيين في ضمير، في الأول أنا جاي أشتغل، ما جاي مكايدة، ما جاي بفهم معين، والله تخطيط. إحنا بنتكلم بوضوح، في إشكالية في إداراتنا إنها دائما بيكون فيها خلل بتاع شنو أنا جاي ضده، ده كل الموضوع. أنا جيت هيثم كان رئيس اتحاد، أنا جيت استلمت الاتحاد كل اللي قال هيثم بشيله برا. ما كان عندنا يوم من الأيام انتخابات عندها علاقة بالبرامج، يعني لو تكلمنا حتى عن أحزابنا دي مثلا، أحزاب البرامجية ما في، ما نطلع نرجع السياسة نرجع لكورتنا، ما في يعني ناس بتعمل برامج، بيجي بس بخد تفاصيل معينة كده وكلام ونقاط يغري بها الناس، وعود انتخابية وعود انتخابية، وبعد ما ياخذ اللي هو عايزه ما عارف بينسى، بيرجع للكوبي بيست اللي أصلا مخطوط. أنا داير أقول في حل في الوضع اللي احنا فيه ده، اللي هو لو بيسمعوني وناقشت فيه يعني كابتن مدثر، نعم، لو بيسمعونا ناس الاتحاد دي والله أنا أتمنى الرزنامة دي تواكب رزنامات الوطن العربي وأفريقيا والعالم. كيف؟ من هنا لغاية شهر 8 وقف الدوري، ما توقف اللعب، مش يعني منافسات وقفة، أبدأ أهل الأندية صح، ضع عليه خطة صحيحة، اهتم الزمن ده لأنه إحنا مجبرين إنه الهلال والمريخ والمنتخب يشاركوا، لأنه لو ما شاركوا طبعا دي حيكون فيها غرامات وعقوبات، اهتم في الجانب ده، ركز مع الثلاثة ديل، باقي الأندية قدم لها حلول إنها تبقى أندية واقعية وحقيقية. الأندية قاعدة دي ما عندها حقيقية بل الناس. أنا ده كلامي من هنا لغاية شهر 8 ما تعمل دوري، دوريك اللي حيبدأ شهر 12 ده، أو أعمل دورة تنشيطية، ما أعمل حاجة ما عندها علاقة بالدوري الحقيقي، دورات تنشيطية أبدأ مع الناس. أنا ما أفتكر 6-7 شهور ولا 8 شهور حنخسر فيها حاجة قدر اللي إحنا خسرانينه يعني صراحة. كابتن مدثر الحلول. والله الحلول أول حاجة أنا بقدم للقائمين بأمر الرياضة في السودان إنه يتقوا الله في الجمهور السوداني صراحة. نعم. ده شعب بصراحة بتنفس كرة قدم. نعم. وإحنا لما نجي نمثل السودان بمستوى الأندية ولا المنتخبات والله عندنا جماهير يعني بيستأذنوا من دوامات وبيمشي يصدموا بواقع مر. فإحنا عشان نمشي ونمشي صح، أول حاجة الناس ترجع للرزمانة بتاعت نواكب الناس اللي حوالينا. ده الكلام اللي قاله كابتن هيثم. بالضبط. يعني الدوري في أنا بلا أندية أفريقية. نعم. لازم أنا أبدأ معاهم دواح. والشيء الثاني أنا لازم فترة الانتقالات اللاعبين التسجيلات ينفتح مع السيستم العام. نعم. للعالم كله. نعم. أساساً أنك أنت تقدر تجيب لاعب. نعم. نشط. الآن المحترف اللي بيجيك في الفترة دي هو المحترف الحقيقي اللي انت تكون نافسته ونافسته الانديه المشاركه معك. لكن انت مثلا تقلب موسم انتقالات اللاعبين. نعم. اللاعبين في العالم عنده التسجيلات الصيفيه والشتويه. نعم. انت تخطيت الفترتين ديل معناته اي لاعب جالس ما عنده اي علاقه بالكوره. صح. بتجيب لي لاعب ما عنده لا لو عنده لا او تدفع للنادي عشان يفك كله وهو وكلاء الاستثمار لانه طيب أي محل مدثر محل هيثم انه نوقف الدوري الغاشه والله الدوري ده لازم ما لانه اصلا انت لو عايز تعمل الدوري بالدورتين زي ما دار تعمل هنرجع في نفس المربع الناس حتنتهي واحنا نكون تاني نبدا واصلا للابد ما حنقدر نمشي مع الناس. ممكن يعني نوقف الدوري زي ما قال هيثم او نعمل دوري من دوره واحده، يا اما دوره من دوره واحده. نعم. او يعمل دوره تنشيطيه ويخلصوا يعني لازم ينتهي مع نهايه شهر 8 نبدا دورينا، يبدا دورينا مع الموسم الموسم الجديد. لازم السودان ما لم يضع برنامج اللجنه المنظمه لا لم يضع برنامج انه نحن دورينا بيبدا مع الانديه
مصر والجزائر وافريقيا ونحن بنباريهم، لانه ده بالمناسبه حتى في البطولات الافريقيه قد تجي خصما علينا. نعم نعم اكيد بكل يعني حس حاليا اللاعبين دول بالمناسبه مستهلكين. نعم. يعني لو لاحظت انه حتى مدرب الهلال قال لعبت المنتخب ما يجوني يقعدوا شهر ده صح، لانه حتى حاليا المنتخبات حسب البطوله العربيه كل المنتخبات شاركت بالمناسبه ما شاركوا بلاعبتهم الاساسيين. انت عندك كده بتستهلك اللاعبين، اللعب الضاغط واللعب المستمر حتى اللاعب ده في الإنسان بشر. نعم. ممكن أنا بكره الكرة عديلة أنا. نعم. لو رجيت إنه في استمرارية فالكرة صناعة، فأتمنى إنه القائمين بأمر الرياضة في السودان يصححوا المسار ويكونوا ناس مهنيين، يكونوا ناس مهنيين بمعنى الكلمة. يعني ما معناته أنا أجي الاتحاد أحف يعني بجي ألغي كل شيء كان قبلي واللي قبلي طلع ده يجي يحفر لي مثلا ويعمل لي عراغيل عشان في المسيره. وشوف يا كابتن مدثر، انا 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 الشيء اللي بقوله لازم انه الدوله تهتم وتاكد او تعرف انه الرياضه ما هي اصبحت له. نعم. الرياضه اصبحت صناعه، الرياضه اصبحت اساس، الرياضه اصبحت اقتصاد. البرازيل اقتصادها شنو؟ نعم بالرياضه. فلازم الدوله يعني تخط النقاط دي يا كابتن هيثم في يعني في راسه انه او القائمين في امر الدوله وامن الرياضه في السودان انه الرياضه دي اصبحت صناعه واصبحت اقتصاد واصبحت ممكن من اهم الاقتصاد الاقتصاديات في 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 العالم. فالتخطيط السليم والخطط بعيده المدى وقصيره المدى هي الاساس او هي الحل لانه نحن نطلع من الكوبوه دي ونقول ممكن لخير لنا النتائج بتاعت المنتخب دي عشان الناس تصحى وتصحح بعض الاخطاء اللي حاصله في الكره السودانيه. حقيقه دي النقطه. نعم. صراحه اللي انا كنت ده ممكن الشيء الوحيد اللي ممكن يستفيد منه من المشاركه ودي النقطه اللي انا كنت حطلب منك يعني لو في اضافات ممكن نضيفها انه برضو الدوله عندها مسؤوليه كبيره تجاه الحياه. نعم. احنا محتاجين الدوله برضو يعني تنتبه من ضمن الانتباهات الكثيره اللي المفروض تنتبه لها، تنتبه للرياضه. الرياضه محتاجه لقرار صراحه، يعني محتاجه لقرار واقعي، محتاجه لتوظيف حقيقي، محتاجه لرجل حقيقي يعرف معنى الرياضه والعالميه شنو. لو جينا هنا في السعوديه الان الرؤيه الرياضه فيها من اهم المحاور في رؤيه المملكه وبالتاكيد يعني. نعم. وشوف النتائج اللي الان في الرياضه السعوديه، وانا اعتقد في خلال 3 سنين تقريبا. نعم. بسنه كورونا. نعم. المزعجه. نعم. اتغير في الرياضه شخصين والاثنين ينافسوا بعض في الانجازات. نعم. يعني ما بين يعني المستشار تركي آل الشيخ وما بين صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي. نعم. الاثنين بينافسوا بعض في الإبداعات. يعني ده احنا دارين كده، احنا دارين قرار زي ده يجيب لي زول تمام فهمه عالي، فهمه زي ما بقولوا حتى تعايشي مع الحوالينا. نعم. ما له احنا ما احنا احنا كنا رواد صح. نعم. خلاص الماضي دخلوا شويه يا جماعه والله. نعم. تاريخ زينا منه. نعم. تعال خذ إبداعات الناس وابدا منها، ما في مشكله، جيب مستشارين ما في مشكله، ما انت كنت مستشار لنا. طيب جميل جميل، نتمنى ذلك ونتمنى انه تكون رسالتنا وصلت للقائمين على امر الرياضه السودانيه وعلى الاتحاد العام. وزي ما قلنا انه المشاركه بتاعت المنتخب دي على الاقل نستفيد منها، نصحح الاخطاء عشان نبدا ونلحق العالم اللي فاتنا سنين وسنين. طيب كابتن مدثر، اغلق ملف الدوري السوداني بالامس في رياضه المهجر وفي الرابطه الرياضيه للسودانيين بالخارج الصالحيه بالرياض، جرت مباراتين في دوره فغداء الرابطه، دوره الوفاء للفغداء لهم الرحمه المغفرة، المغفور له بإذن الله محمد عباس كبوش، والمغفور له بإذن الله محمد عبد القيوم، والمغفور له بإذن الله محمد أحمد مصطفى، والمغفور له بإذن الله محمد منير. مبارتين ويوم رياضي كبير كابتن مدثر، كانت المباراة الأولى بين الحفير وواحد كوسي، تمكن الحفير من الفوز على واحد كوسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل. في المباراة الثانية الخرطوم تضرب أو كرمة تضرب الخرطوم بخماسية والاثنين الحفير وكرمة إلى نهاية البطولة اللي حيكون الجمعة القادمة بإذن الله. كابتن مدثر، نبدأ بمباراة الحفير وواحد كوسي، مباراة أوفت بوعدة، مباراة كل الجمهور المتابع لمسيرة الفريقين أكد بأن هي مباراة نهائي مبكر، وخاصة أن النهائي الأخير آخر بطولة قيمت في الصالحية كان ما بين الحفير وواحد كوسي، وهم من الفريق من الفرق اللي قدمت مستويات كبيرة خلال هذه البطولة. طيب صراحة أمس عايشنا واحدة من أجمل وأمتع وأروع مباريات الدورة كلها. نعم. من يعني من المجموعات التصفيات إلى المباريات المربع الذهبي. نعم. هي من أروع المباريات التي لعبت أمس، وقد الفريقين قدموا لنا صراحة أمسية كروية يعني رائعة جدا. نعم. وبعدين بمستوى فني رفيع. نعم. الشوط الأول تسيد الصراحة بنسبة أفضلية
كان لي واحد كوست نعم. اللي قدم مباراة كبيرة جدا واكتسب بعض العناصر اللي ظهرت. الفريقين كانوا داخلين جدا بالمواهب اللي صراحة كان هي عبارة زي ما أنت ذكرتها مباراة يعني قمة نهاية مبكر صراحة. نعم. الناس استمتعت بالمباراتين لأبعد الاستمتاع رغم الغيابات اللي كانت في الفريقين رغم الغيابات لكن نعم. شوف الناس حتى المباراة كان فيها كله متعة كرة القدم توفرت في المباراة نعم. اللي جمعت الحفير بواحد كورسي نعم. والناس في زمن المباراة الرسمي يعني شاهدت 4 أهداف وركلة جزاء ضايعة من الحفير جزاء ضايعة يعني كان تقدم الحفير ويدرك واحد كوستي وشوف الفريق اللي بيدرك يعني على مرتين ده معناته فريق عنيد فريق ما ساهي يعني وبعدين وبسرعة جدا عودة يعني بسرعة يعني التعادل بيجي في وقت نعم. كان يعني صراحة والله صراحة الناس استمتعت بالمباراة وتمنينا انه يعني الفترة الطويلة يعني حتى زمن المباراة الناس استمتعوا بها استمتاع كثير جدا يعني المباراة دي طبعا برضو شهد ظهور لاعب صهيب الثعلب مع واحد الهلال خلصي. نعم والهلال وتوتي السابق نعم بعد ده طبعا المباراة قدموا فيها زي ما ذكرنا انه كل جماليات الكرة المدربين الكبيران جدا لكن برضو كان في يعني من الملاحظات انه يعني لما جات ركلات الترجيح نعم ركلات الترجيح يعني طبعا حتى في ركلات الترجيح كان في ندية وإثار نعم. هي النتيجة 5-4 نعم. ركلة واحدة أهدرت ركلة الخامسة لواحد كوسي عن طريق اللاعب المفضل شادي رغم ضعته لركلة الجزاء لكن قدم مباراة كبيرة لم هو ما هو ده المشكلة أنا جايك فيه أنه لاعب ده لأنه بدل مجهود كبير جدا في الشوط الأول نعم. حتى بدأ في البداية كان في خط الهجوم وبعد ذلك رجع للطرف الشمال نعم وفي كل الخطين هو عطل مسار نعم الحركة كاهنة وقدم مباراة تاريخية مباراة تكتيكية عالية جدا نعم بالمناسبة نعم نعم طيب عشان كده أنا بقول إنه دائما أنت اختيار اللاعب لركلات الترجيح اللاعب اللي بيبذل مجهود في المباراة أنت ما بتديه يلعب ضربة جزاء نعم لأنه ضربة جزاء طبعا منهك أنت بتكون منهك في النهاية اللياقة البدنية مربوطة مع اللياقة الذهنية بتاعتك إنك تحديد الزاوية اللي أنت هتلعب فيه وقوة اللعبة اللي هتلعب طيب قبل ما أجي لركلات الجزاء كابتن هيثم قيابات كثيرة في الفريقين لكن رغم ذلك ودي هي قوة الفريقين رغم ذلك لم يؤثر على المستوى الفني للمباراة لو جينا في كوسي غياب لمعز هنكل ومعز معروف غياب للمهاجم اللي ظهر في مباراة السلام أحرز هاتريك ياسر وغياب لحسام في خط الدفاع وغيابات كثيرة لو جينا للحفير يكفي فقط غياب فقيه صراحة في البداية ألف مبروك لفريق الحفير وألف مبروك لفريق كوستي فريق كبير جدا ممتع جدا فريق على أعلى مستوى من الترتيب الإداري والفني وهارضك نقول لهم يعني على مباراة كانت بطولية مباراة صراحة زي ما قال كابتن مدثر كانت قمة في الأداء مباراة من أجمل المباريات اللي شاهدناها في رابطة الصالحية يعني أنا في اعتقادي تعكس مدى الوعي الإداري والوعي الفني لهذه الرابطة والفرق كان في يعني حشد قوي جدا من الفريقين إعداد كبير جدا لو تكلمنا بالمستوى الفني للمباراة يعني كما ذكرت يعني أستاذ طارق إنه حتى الغيابات ما أثرت على جمالية المباراة الشوط أول كان أكثر من رائع كان مالت فيه الكفة بشكل كبير جدا لفريق واحد كوستي أنا بعتقد إلى أن أحرز فريق الحفير هدف واحد كوستي كان مستيد تماما المباراة استحواذ كامل في منطقة المنتصف خلق بعض الهجمات بالمناسبة فريق الحفير في لغاية الهدف تقريبا ما كان عنده هجمة واضحة في على كوستي أو ما يعني ما كان مشكل خطورة على كوستي الهدف كان يعكس عكس مجريات المباراة الهدف الجري للحفير بعد الهدف صراحة الحفير يعني زي دخلت فيه الروح ورجع بعد الهدف عمل له برضو هجمة تانية كانت مزعجة جدا بالنسبة لكوستي لكن كوستي استدركت تماما بضربة ثابتة أنا أعتقد يمكن نجم المباراة من وجهة نظري هو من أحرز الهدف الأول والثاني لكوستي هو كابتن إيهاب سيد أحمد من وجهة نظري الشخصية هو طبعا إيهاب سيد أحمد للمشاهدين الكرام معلومة أنه هو إيهاب سيد أحمد لاعب فريق الأهلي شندي بالدوري السوداني نعم نعم, نعم أنا أعتقد هو نجم المباراة من وجهة نظري الشخصية يعني دخل يعني أحرز له هدف من فاول يعني بعد ما تردد فيها الحكم في احتسابه واحتسبها تقريبا حكم الراية المساعد أيوة نعم فهي كانت جميلة جدا والهدف يعني إلى حد ما يسأل منه حارس الحفير يعني نعم لأنه فيها وقفة بتاعت حائط صد وهو نعم نفسه يعني اتباطأ فيها لكن ده ما يمنع أنه تسديد الكرة كانت جميلة جدا وتسديدها في وضع جميل جدا انتهى الشوط الأول تعادلي وكان شوط يعني فيه قمة البذل والعطاء طيب نجي للشوط الثاني كابتن هيثم
التغييرات اللي حصلت من المدرب رمضان جباري في واحد كوسي ومن المدرب أشرف الشريف زادت جمالية الكورة بلا شك. ده اللي كنت هتكلم فيه. الشوط الثاني شوط المدربين فعلا ظهروا فيه المدربين. صراحة بالذات كان بتلمح إنه يعني تغيير المدرب كان الظاهر أكثر كان تغيير مدرب الحفير لأنه أشرف. أيوة تغيير مش هو أفضل لا كان واضح تغيير أثر في 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 شكل أداء لعيبة الحفير في شكل الفريق. الشوط الثاني بدا فيه الحفير يعني بقوه شديد والله. شوف لغايه ما طيب كابتن هيثم معلش انا قبل ما ابدا الشوط الثاني انا فاتني انه في الشوط الاول الحفير يعني احرز الهدف تعادل كوسي مباشره الحفير تحصل على ركله جزاء واضاع الكابتن حمدون. نعم والله شوف ركله الجزاء طبعا هي يعني حتى اضاع حمدون انا اعتقد يعني جاهزيته النفسيه كان لركله الجزاء طبعا اول له مشاركه مع الفريق بالضبط وجاهزيته النفسيه ذاتها ما كانت يمكن قويه لسبب لانه انا بقول بعد ما لعب ضربه الجزاء الكره رجعت له بالمناسبه مريحه جدا ثاني خدتها بكل هدوء اداء للحارس يعني كان ممكن يحرز هدف بالمناسبه لكن اعتقد انا ما اعرف هل هو كان اللاعب المختار انه هو لعب ضربه الجزاء في الحفير انا ما اعرف صراحه الحاله دي لكن اعتقد تنفيذه كان تنفيذ ما فيه تركيز. طيب نرجع للشوط الثاني وخلينا اقول لك عاطف حارس الكوره طبعا هو متخصص في صدر كلات الجزاء ايوه ولازم نشيد به لانه حارس ما سهل. الشوط الثاني انا بقول انه الحفير استدرك تماما الوضع الغير جيد من الناحيه التنظيميه والهجوميه له فعمل تغييرات بدخول اثنين انا اعتقد اثنين من اجمل لعيبه المباراه امبارح معاذ الريمي وطارق زولو بالضبط كده طارق زول ومعاذ الريمي عملوا يعني شغل كبير جدا بالذات على الاطراف وعملوا شغل كبير جدا في نقل الكوره القصيره والسهله وال1 1 2 دي الحاله اللي لو الحفير من الشوط الاول كان لعبها على كوستي كان ممكن تواجه معاناه كبيره جدا لسبب لانه كوستي رغم يعني انا بعتقد واحد برضه من جو المباراه رقم ثلاثة ارتكاز كوستي ما قادر اسجل باسي سيدحمد هو شقيق الكابتن ايهاب سيدحمد قيمه رائعه جدا بالمناسبه لكن هو صغير في السن يعني خبرته لسه ما كانت كبيره جدا كان ممكن فريق الحفير يلعب على نص كوستي بالنقلات السريعه وبالنقلات ال1 2 زي ما بيقولوا لعدم وجود احمد ميجا لاعب كان خبير جدا ودخوله في الشوط الثاني ودخول سلمان كانوا ايضا على الطرف اليمين بالنسبه للكوستي برضه كان له تاثير ودخول ميجا دخول لانه مدرب كوستي واعي جدا فاهم انه في فراغ في نص الملعب بتاعه رغم استحواذه على المباراه لكن في فراغ في نص الملعب انا اعتقد مباراه باحت بجماليات كبيره جدا الحفير احرز الهدف الثاني من ضربه ثابته احرزها اعتقد طارق الزول وخلال دقيقتين فقط عاد هوبا هدف من اروع ما يكون الراي ده ما شاء الله عليه لماح جدا لمح الحارس انه هو الزاويه مفتوحه وسدد بيساره على طول في المرمى ايهاب ده عنده ميزه انا اناشد بها اي مهاجم هو ما بيلعب مهاجم طبعا هو بيلعب خلف المهاجمين ولاعب حر في اي فريق يعني انا بشوفه في الحواري في اي فريق في الحواري هو بيلعب لاعب حر اي مهاجم انا يعني بناجده بقول له انت جاتك الكوره الجون شوط طوال ما في مهاجم بيرجع كره لورا الحاجه دي بيعملها كابتن هو ده عشان كده بتلقاه مميز طيب. بواجه الجون بيحرز على طول طيب جميل كابتن مدسر في نقطه لازم هناك في الملف كره الحفير وكوسي بالنسبه للحفير ممكن امس اول هدفين تهتز بهم شباك الحفير في البطوله رغم انه الثلاث مباريات الاولى في كل مباراه بنجد حارس جديد في 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 تشكيله الحفير ولكن خط دفاع الحفير وجود ابو جمعه وجود ايتو والتفاهم الكبير والصيغه الكبيره اللي بيلعبوا بها الثنائي ادى قوه كبيره للحفير في خط دفاع اكيد طبعا الحفير فريق متمرس نعم. بعدين يعني اغلب اللاعبين في الحفير بيمتلكوا الخبره الكبيره جدا وفريق متواجد بصوره دائمه جدا في النهائيات نعم. بالرغم من انه زي ما انت ذكرت واحد كوستي بيلعب فيه وكان في المباراه هو النجم الاول في المباراه ايهاب اللي اتفقنا عليه نعم. يعني لاعب خطير جدا لاعب متمكن لاعب عنده يعني كنترول عالي في الاستلام والتمرير والمراوغه والتهديف السريع فلذلك انه بالرغم من كده لانه الحفير التشكيل الاساسي الخطوط الخلفيه كانت موجوده ومتمرسين في الادوار النهائيه صراحه لكن بشكل عام كده المباراه كانت ممتعه ورائعه جدا احنا نقول يعني الف الف مبروك للفريق الحفير اداره وجمهور ولاعبين
ومحبين. وبرضو التحية للرياض المطبوع الأستاذ عصام الدسيكا فريق واحد كوستي صراحة الفريق اللي أنا بعتبره أروع فريق في هذه الدورة إن شاء الله، بس يحافظوا على نفس المجموعة مع كثرة المباريات والتجارب حيكون في درجة عالية من الانسجام، لأنه في تسجيلات جديدة تمت كان في وزير واحد كوستي. نبارك للحفير ونقول للكوستي حقيقة كوستي قدمت مستويات كبيرة خلال هذه البطولة، ونقول له إن شاء الله الخير قادم بإذن الله. كوستي فرقة ما سهلة، كوستي قدمت مستويات كبيرة خلال هذه البطولة والبطولات السابقة. معلش نجوم المباراة من أبرزهم طبعا اللي احنا حضرناه كان إيهاب وكالو محمد حسن، محمد حسن لاعب كوستي نعم. وبعدين كان برضو عمار وطارق وحريقة والريمي بعد دخوله صراحة ريمي ده لاعب متمكن. طيب المباراة الثانية مباراة ممكن ما كان في حد متوقع انه تنتهي بخماسية، الخرطوم قدم مستويات كبيرة في الدور الأول، ولكن بالأمس هنالك خلل واضح في الخرطوم، يعني حتى المتابع انت اللي بتجي يشوف ومتابع الخرطوم يعني بيشوف انه كانه الفريق الموجود ده ما موجود، ما فريق الخرطوم. نعم، لانه بالرغم انه يعني حتى نجوم كرمه لعب المباراه مقياسا لمبارياته الاداء في البطوله يمكن اقل، يعني بمجهود قليل انا بشوف انه كسب المباراه بنتيجه عريضه جدا، بالذات في الشوط الثاني انهار فريق الخرطوم بصوره واضحه جدا، لانه عنده خلل كان في 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 الوسط الدفاعي بتاعه وانكشف لو لاحظت انه خط الدفاع بتاعه كان موجود وسنح عده فرص لفريق نجوم كرمة من العمق، حتى في دقائق آخر زي ما دقائق المباراة اللاعب البديل عموري كان ممكن يحرز هدف في آخر الدقائق، فده لأنه الخرطوم سبحان يعني هو قدم مباريات كبيرة جدا في 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 المجموعة لحد ما تأهل للمربع ذهب، لكن يعني من حسن حظ نجوم كرمة حتى واجه إن أنا بعتبر إنه أضعف الفرق الأربعة لتأهل الصراحة كان الخرطوم. هو والله أنا ما بقول أضعف، لكن الخرطوم مستحقيه لم يصل لمستوى كبير. كرمة في الجانب الآخر كابتن هيثم قدمت مباراة كبيرة وأنهت المباراة بسهولة بخمسة أهداف وضربت موعد مع الحفير في النهاية. نكرر برضو المباركة لفريق نجوم كرمة، فريق كبير جدا، فريق عريق في الرابطة، فريق بطولات، وهارد لك فريق الخرطوم صراحة عكس التوقعات تماما. أنا واحد من الناس صراحة كنت متوقع فريق الخرطوم أجمل ما يكون، لأنه يعني قياسا بالمستويات اللي قدمها في البداية، قياسا بالعناصر اللي بتمتلكها الخرطوم، قياسا بالجهاز الفني بالإدارة، يعني فريق قدم كثير وانا اعتقد كان حيقدم احسن من كده كثير. انا من رؤيتي الشخصيه اعتقد فريق الخرطوم خشى المباراه وما عدلها اعداد نفسي صحيح، هي دي الفكره انا اعتقد كده، يعني يعني المسؤوليه حتى الاعداد البدني. انا المتابع لمسيره الخرطوم الاعداد البدني في مباراه الامس كان اقل من المباريات الاخرى كلها. ايوه معناته كان في بعد بين المدربين واللعيبه لاخر لحظه، وده اللي ظهر تماما في اسلوب ولعب الخرطوم امبارح اللي احنا كلنا اندهشنا له. الخرطوم كان بيمسك كوره، كان بينقل كوره، كان اللعيبه تحس عندهم ثقه في النفس في الملعب، بيادوا مهما يحصل حتى مغلوبين متعادلين كانوا بيلعبوا في الكوره الفاتت مباريات حلوه في ثقه. امبارح فريق الخرطوم كان فريق فقد الثقه تماما كان مهزوز تماما مهزوز. كرمه متسيده للشوط الاول تماما، يعني انا افتكر حتى بعض المحاولات اللي بدت تكون جريئه من الخرطوم انهم يرجعوا لمستواهم ويلعبوا كرتهم العاديه كانت بتخلق بالمناسبه خطوره على كرم، لكن ما كان الاعداد النفسي للخرطوم ممتاز نهائيا ولا كان على قدر وضع المباراه. لفت نظري في نجوم كرمه لاعب الوسط روني. لاعب رقم 6 كان واحد من نجوم المباراه تماما لانه قاعد في خانه لو ربطناها للناس في امبارح واحد قال الكلام ده قال زي عمر بخيت زمان في الهلال، ويعني كان عمر بخيت مصير ده المحور بعدين اللي بيبدا الهجمه اللي بيبدا صناعه اللعب، لاعب فنان جدا، لاعب واثق من نفسه جدا. بالمناسبه ما هو بس انا اعتقد نجوم كرمه في الشوط الثاني بعد ما ارتاحوا للمباراه وبعد ما يعني امتلكوا زمام الامور في المباراه بالذات كان بعد طرد لاعب الخرطوم، وده يثبت لك برضه انه فريق الخرطوم يعني حس ان المباراه انتهت ما قاتل للنهايه، لا حس ان المباراه انتهت من البدايه ففقدوا السيطره على نفسهم. نجوم كرمة أدخلت أكثر من لاعب بالمناسبة وكان يستحق، أنا لفتني تماما اللاعب رقم 8 في نجوم كرمة اللي خش بديل مهاجم اسمه أحمد عموري ولا اسمه أحمد ولا لاعب جميل جدا اللاعب ده، مدافع نجوم كرمة برضو أمجد وده لعيبة صغار أمجد هو طبعا لاعب مصعد من ناشئين نجوم كرمة وقدم خلال هذا البطولة مستوى ثابت ما شاء الله عليه. أنا أعتقد ده اللعيبة على أعلى مستوى هو يلعب في فئة الشباب بنادي الشباب
في الرياض. وبالمناسبه حتى فرقه الخرطوم كابتن مدثر امبارح يعني بالمفاجاه اللي احنا تفاجئنا بها، لكن عندهم لاعب اعتقد خش شوط ثاني اسمه رقم 10 تقريبا، لا بادي احمد مختار، احمد وياسر، احمد مختار ايوه انا اعتقد ده هو اشقاء ياسر واحمد، بس رقم 10 10 احمد مختار لاعب رائع جدا، الظهير الشمال عنده. طيب جميل كابتن مدثر، الخرطوم بعد الخمسه لكن يمتلك حارس، حتى وكابتن هيثم بيقول انه ناس الخرطوم انهاروا ونفسيا طلعوا برا المباراه، لكن احمد ده انا لاحظت له كان حتى بيصيح على اللعيبه يلا يا ازرق يلا يا ازرق، وأبغز مرماه من أهداف رغم الهزيمة بخمسة. بالمناسبة لاعب كبير أحمد عبد الله من نجوم المباراة. نعم. بالرغم من النتيجة كبيرة خمسة أهداف في شباكه. نعم. أنا بعتبر من أبرز نجوم المباراة. صح. وأنقذ انفرادين من الجهة اليمنى لو لاحظتوا أن أهداف محققة جدا للخرطوم هو أنقذهم صراحة. فريق الخرطوم زي ما ذكر كابتن هيثم هو بالمناسبة فيه مواهب طيبة جدا زي أحمد مختار وياسر مختار ومارسيليو الظهير الرائع، مارسيليو حامد مارسيليو نعم هذا ممتاز جدا، كيتشي يعني ايضا المهاجم رقم 11 ايوه وشيليه نعم، دول كلهم مميزين. ما يعاب الخرطوم كان هو محور الوسط بالذات، اللاعب الوسط اللي بيلعبوا هو امس ممكن فاقد الكابتن عصام اللي كان بيلعب له في المحور امس في المباراه ايوه قلب الدفاع، ديل كان نعم. الخلل في قلب الدفاع والمحاور نعم، فخلاف ذلك انه الخرطوم نفسه يعني خلاف المباراه دي هو كان الحصان الاسود للدوره دي حقيقه، يعني قدم مباريات كبيره جدا بالمناسبه وتاهل من بيترا، لكن فاجأ الناس زي ما ذكرت ممكن نلخص الخلل اللي حصل للخرطوم انه عدم الاعداد النفسي والبدني للفريق، لانه نفسيا ما كان مهيئ، بدنيا ظهر لانه النتيجه في الشوط الثاني انهار الخرطوم بنسبه كبيره، ده دلاله على انه الفريق بدنيا ما كان موحد. مباراه صعبه تنتظر الفريقين الحفير وكرمة، الفريقين لم يخسروا في هذه البطوله بالعلامه الكامله تماما، الجمعه القادم نهائي صعب ونهائي مثير ونهائي مرتقب. نعم طبعا دي نهائي مكرره كثير انه لاغين الحفير وكرمة، فالناس موعوده بمباراه شيقه مباراه ممتعه بين العملاقين، ولكن انا برى انه فريق الحفير لو اخذنا اخر المباريات المباريتين انا برى انه فريق الحفير اقرب للتتويج، لانه نجوم كرمة حتى بالرغم من الانتصار الكبير والعريض اللي حققه في الخرطوم فنيا لو قارنت بين مبارياته هو قدم مباريات كبيره جدا وتاهل، انت بتقارن مباراته بس اقل من مبارياته السابقه. نعم مقارنه فنيا نعم. لانه هو المباريات الفائتة طبعا لما نتأهل وصل المرحلة دي بدون تعادل بدون هزيمة، لكن ده ما يمنع انه المباراة النهائية دائما يكون له طابع طيب طابع خاص. طيب جميل، لان المخرج مش لانه اخرج فاصل، وقبل الفاصل رسالة لإدارة الخرطوم انه الخرطوم الان تمضي في فريق جديد، لا تتأثر بهذه الهزيمة الكبيرة، ان شاء الله القادم احلى للخرطوم، ورسالة للجماهير الرياضية بمدينة الرياض وحوالي الرياض، الجمعة القادم بإذن الله نهائي كبير بين الحفير وكرمة. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود لنواصل ما تبقى من هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نواصل في محاور هذه الحلقة. قبل أن أمشي للدوري السعودي كابتن هيثم طلب مداخلة بسيطة عن مباراة نجوم كرمة والحفير في نهاية بطولة كأس الوفاء بالدوري الصالحية. أنا أتكلم أن المباراة حتكون بين مدربين شاطرين جدا جدا، يعني كابتن محمد عبد الرزاق إيليا وكابتن أشرف الشريف في الحفير، عبد محمد عبد الرزاق في كرمة. المباراة دي حتكون مباراة بالمناسبة محفوفة أو حتكون شيقة جدا من ناحية تكتيكية، حيكون فيها لعب بتاع تكتيك عالي جدا من المدربين، وأنا بقول المدرب اللي حيصبر والمدرب اللي حيلعب على الجزئيات حيكسب المباراة دي إن شاء الله. بالتوفيق للمدربين أشرف وإيليا، مباراة كبيرة مباراة منتظرة، ودعوة للجماهير لحضور هذه المباراة. بالأمس عاود الدوري السعودي للانطلاق والدوران بعد أن توقف بسبب البطولة العربية، وأجريت بالأمس مباراتين في الجولة مباراتين مؤجلتين من الجولة الرابعة. بمدينة حائل استضاف فريق الطاي فريق النصر، تمكن الطائي من إحداث مفاجأة بالفوز على النصر في الدقائق القاتلة بهدفين مقابل هدف. وفي مدينة الرياض الفيحاء يفرض التعادل على الهلال تعادل سلبي. نبدأ بمباراة الطائي والنصر، نستمع لتقرير عن هذه المباراة ونعود لنفصل هذه المباراة. الشكر للزميل أحمد سالم في غرات التقرير. كابتن مدثر، الطائي يتغلب ويقلب تأخره بهدف، يتغلب على النصر بهدفين مقابل هدف، وبذلك قادر مؤخرة الترتيب إلى المركز 14 برصيد 13 نقطة. طبعا
طيب الطائي طبعا صايد الكبار تاريخيا معروف. نعم. لقى النصر الجريح اللي كان يتأرجح دائما في الفترات الأخيرة، وإن كان أنا برأى أنه النصر ده من الفرق اللي غير محظوظ صراحة. المباراة دائما الهدف، حتى هدف النصر بتاع الطاي جاء في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة في الدقيقة 91 لما أعتقد هو ده الهدف التالي الدقيقة 92. نعم. نعم. ففريق النصر للأسف يعني ما استفاد من المباريات اللي من تأثر عدد من الأندية المقدمة، ولذلك بقى في نزيف نقاط للنصر، والأهداف اللي بتجي في الزمن القاطر ده بنازلها إنه عدم جاهزية الفريق نفسيا. نعم. النصر السعودي بيعاني نصريا نفسيا في الدوري، في الدوري يمكن تأثر تأثير مباشر بعد خروجه من البطولة الآسيوية. البطولة الآسيوية. نعم. وهزيمته من غريمه الهلال انعكس عليه سلبا صراحة، لكن الآن النصر يعني في آخر دقائق المباراة يجي يخسر المباراة بعد ما كان مباراة ماشي بالتعادل، هو كان متقدم بهدف بالمناسبة، هو نهاية الشوط الأول دقيقة 43 الدقيقة الثالثة بالزمن بدل الضايع أحرز هدف. نعم. وأبو بكر أحرز هدف دقيقة 56 الطائي تعادل، وأعضاء عدد من الفرص. نعم. بسوء سوء طالع لازم النصر في المباراة، أنا بعتبر أنه المباراة دي النصر كان أقرب أنه يعني النتيجة دي بالمناسبة مغارة الأحداث اللي أنا شاهدتها النصر يعني أضع له عدد من الفرص يعني بعدم التوفيق أنا بشوفه يعني. كابتن هيثم، مفاجأة كبيرة من فريق الطاي والتغلب على النصر في الدقائق القاتلة. هي مفاجأة بس في النهاية أنا حول حاجة عن النصر ده. نعم. رغم أنها مفاجأة حقيقة. نعم. لكن أنا حقول أنه الشوط الأول كان في استحواذ نصراوي كامل. نعم. على مدار الشوط كاملا، وفي ضياع فرص كانت بالجملة، دي برضو أنا أعتقد بتنصب في خانة إنه الفريق بدأ يفقد أو فاقد الوضع النفسي الثابت فيه، عشان كده في عدم ثقة في إنه تنهي الهجمة، في عدم ثقة إنه أنت تحرز أهداف. فريق الطائي مبارح في الشوط الأول لعب مباراة دفاعية بحتة، حاول إنه أبدا ما يستقبل أي هدف بأي طريقة من الطرق، عمل على تكفيل أطراف النصر لأنه عارف إنه مصدر الخطورة في النصر هي الأطراف، ويعني استقبل مرمى وهدف في الشوط الأول. الشوط الثاني عكس مجريات الشوط الأول، استأسد بعد ده فريق الطائف، طلع من الحتة بتاعت التكفيل الدفاعي والتنظيم الدفاعي البحث بتاعه، وبدأ يبادل النصر الهجمات، رغم أن النصر برضو كان عنده أكثر من هجمة في الشوط الثاني وأكثر من فرصة، لكن الطائي بدأ ينظم هجماته، بدأ يلعب كورة هجومية عكس الشوط الأول تماما، ومع كثرة زي ما بقولوا اللعب الهجومي للطائي نتج عنه إحراز الهدف الأول وهدف التعادل، وتواصلت المباراة وكان برضو فيه هجمات للنصر وما قدر يستغلها، ومن ضربة ثابتة الطائي في نهاية المباراة خلص المباراة. أنا اللي عايز أقوله زي ما قال كابتن مدثر، النصر فعلا مبارح يعني كان بيلعب كورة، بس كابتن مدثر لو بتوافقني في الحالة دي إلى الآن النصر ده ما نصر التنظيم الجماعي، ما النصر المتجانس، ما النصر اللي بيلعب لك يعني فريق جماعي تقدر تعتمد عليه، يعني تقدر تقول إنه الطابع الفردي هو الغالب على الأداء، بمشي كورة بس تحس إنه الفريق ما متجانس، اللعيبة ما متجانسين مع بعض. غير كده النصر كان منتظر لحلول فردية، يعني كان حلول فردية يعني تاليسكا من هنا، حتى لما جاي يغير دخل ماشاريبوف ودخل بيتي مارتينيز، ما دخل كخطة لكن دخل كدي حلول فردية ممكن يعني تعالج المنظومة. منظومة النصر فيها مشكلة كبيرة محتاجة لعلاج، محتاجة لعلاج. النصر بالطريقة دي ما بيمشي. أنا بقول إنه من فترة ما حس من فترة النصر التغييرات اللاعبين المحترفين وكده، أنا أعتقد تغييرات ما مدروسة بالطريقة الصحيحة، لأنه أنت سجلت معظم اللاعبين من الخط النص ولقدام وأهملت جوانب مهمة جدا جدا عندك في الدفاعات وفي الحراسة، فمنظومة النصر محتاجة لإعادة صياغة كبيرة. المدرب الجديد وراه يعني شغل كبير جدا. نعم. النصر للأسف الشديد فريق أصبح فاقد للشخصية، فاقد للكاريزما. أي فريق في الدوري، وأنا بقولها يعني من هنا، أي فريق ممكن يتجرأ على النصر اللي كان بهز وكان اسمه بس بيحدث الفزع؟ لا، حس أي فريق ممكن يتجرأ على النصر في أي لحظة من المباراة بيقلب الطاولة على النصر. فأنا أعتقد المشكلة النفسية متواصلة في النصر، المشكلة عدم التنظيم وعدم التجانس متواصل في النصر، مشكلة تجانس اللعيبة مع بعض متواصلة في النصر. الهلال والفيحاء، الفيحاء يفرض التعادل على الهلال، الهلال أصبح أو هو التعادل الثاني للهلال، الهلال أصبح في المركز الرابع 21 نقطة من 11 مباراة،
الفيحاء أصبح في المركز 19 في النقطة 19 في المركز الخامس من 13 مباراة. طيب الهلال في الأول الناس كان بده الهلال العذر لأنه كان تركيزه للآسيوية. يعني نتائج الهلال في بطولة الدوري في آخر الأسابيع كلها يعني متأزمة شوية لأنه كان أغلب التعادلات دي حصلت أثناء مشاركته في بطولة الآسيوية. فالناس كان بيقولوا إنه الهلال مركز، لكن بعد عودته من آسيا حقق تعادل أمام أبها مخيب الأمال في أبها وده التعادل الثاني على التوالي. فنزيف كان الهلال يعني قريب للصدارة، فقد الصدارة لأنه أنت عندك 5-6 تعادلات معناتها خصم عليك ما يقارب 10 نقاط أنت فقدتها. كان ممكن يقفز بيك في صدارة الدوري، هو صح الفريق الوحيد اللي حتى الآن لم يهزم لكن التعادل الكثير بيوازي لك عدد من الهزائم، يعني لأنك أنت فاقد 10 نقاط. فالهلال بصورة حتى مباراته مع أبها كان مباراة غريبة جدا، يعني بيقدم مباريات حتى ولو عزينا أنه المباراة الأولى تاعت أبها الناس أدتوا العذر لأنه فريق قدم مباراة كبيرة جدا في نهاية أبطال آسيا. فمن الطبيعي جدا أنه يكون مرهق، لكن ما عنده العذر، كان في المباراة الثانية أمام الفيحة فقدم تعادل مخيب، وبالمناسبة أدى للمنافسين ضوء أخضر وأداونا عمل كبير لأنهم يكونوا متمسكين بالصدارة. والفيحة فريق عنيد، فريق رائع جدا صراحة، قدم مباراة كبيرة جدا ولعب بكل جرأة حتى يعني شكل هجمات خطرة جدا على الهلال من الجانب الأيمن للفيحة والجانب الأيسر للهلال صراحة، كان عنده طلعات خطيرة جدا وكان أقرب كمان يعمل المفاجأة ويخطف نقاط المباراة صراحة. طيب جميل، الهلال والفيحة كابتن هيثم تعادل سلبي. طيب لو جينا تكلمنا على الفيحة في الأول إذا سمحتوا لي، أنا أعتقد فريق الفيحة أصلا أسلوبه يا كابتن مدثر هو أسلوب تكتل دفاعي وعدم استحواذ. الفيحة ده يعني ما الفريق اللي بتحس بيه وداير يستحوذ بالكورة ويلعب كورة، لا بيقفل دفاع لغاية ما يلقى فرقة ويحرز لي هدف ويفوز. دي منظومة الفيحة، ففريق ذكي جدا بمدربه وأداؤه يعني، ولغاية حسة ترتيبه في الدوري بيثبت إنه هو ماشي بالنسبة له المركز الخامس ماشي كويس جدا جدا. نجي للهلال، الهلال طبعا ده التعادل السادس من 11 مباراة. أعتقد بالنسبة للهلال دي خطيرة جدا جدا بالذات مع جماهيره، ولا هو ده الهلال، وده بيدل على التذبذب في مستوى الهلال في الدوري بطريقة غريبة جدا. بس إذا سمحتوا لي أنا هتكلم عن حاجة غريبة جدا. أنا مع جارديم وطوالي في البرنامج ده بقول لجمهور الهلال أصبر على جارديم. بالمناسبة السبب في الموضوع ده هو فكر جارديم. كيف؟ الهلال فكر جديد على اللاعبين تماما. إلى أن تستوعب الفكر ده أنا أعتقد الهلال وجماهير الهلال حتشوف البدع من الهلال وحيتضايق وحيزعل وكده. فكر جارديم عكس تماما ما جلق عليه الهلال. الهلال بيلعب على استحواذ كامل، كلنا عارفين كده الهلال بيستحوذ 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 وبينهي بعد ده، يعني الكورة دائما بتكون في تحت سيطرة الهلال كثيرة، والحاجة دي بتضعف الخصم بالمناسبة شديد. أما أسلوب جارديم لا، الوصول السريع للمرمى ولرأس الحربة عن طريق إنك توصل الكورة سريع للجناح اليمين بتاعك، هو دائما بيلعب على الجناح اليمين اللي هو ماريغا. مبارح إحنا لو شفنا جارديم ده لاعب بطريقة غريبة جدا، ملاعب ماريغا وكاريلو لاعب في منطقة 10 10 دي تحت المهاجمين، دي ما منطقة الراحة بتاعت كاريلو ولا يقدر انه يؤدي فيها حتى لو هو كان لاعب حريف. حتى كاريلو ما قاعد يقدم مستوياته المعروفة لانه ما بيلاعبه اصلا، بقى ما بيلاعبه، بقى هو جايب ماريغا في الحتة بتاعت كاريلو. فاحنا نرجع انه حتى لو هو لاعب حريف كاريلو لاعب كبير لاعب، بس دي ما منطقة راحته اللي يؤدي فيها. غير كده لو لاحظتوا اعتماد جارديم تماما على ماريغا، ده لاعبه المفضل، ده لاعبه اللي بيلعب في وجود سالم الدوسري سلمان الفارق، وجود لعيبة كبار جدا جدا، بس ده لاعبه المفضل. دي بتثبت لك شنو؟ انه التنظيم بتاع جارديم تماما عكس ما اتعودوا عليه جماهير الهلال. استحواذ حسنا، ما في استحواذ في الهلال كثير، بتلقى الكرة بتمشي باص باصين، الثالث بيمشي لمنطقة الجناح اليمين، الجناح اليمين يجيبها للمهاجم. دي من الحياة اللي انا اعتقد حيواجهها جمهور الهلال وحتواجه مشاكل، ودي من الحياة اللي مخلي وضع الهلال في الدوري كده. طيب جميل، طيب نغلق ملف الدوري السعودي نتجه للبطولة العربية. تونس تتغلب على عمان وتصعد للنصف النهائي في انتظار مواجهة الأردن ومصر اللي بتجرى في هذه اللحظات، وعلى فكرة الشوط المباراة انتهت بالتعادل 1-1 والآن في الأشواط الإضافية. طيب شوف نتيجة تونس وعمان نتيجة متوقعة جدا، إنه تونس تأهل، وبرضو الشيء المتوقع في المباراة إنه تأهل تونس بصعوبة، لانه الفريق العماني صراحه متطور جدا، فريق بيقدم مستويات كبيره جدا، فبالتالي انه كان انا اتوقع انه فعلا كعب تونس كان عليه، لكن
ما كان حيلقى الطريق مفروج بالورود، والنتيجه اللي طلعت به المباراه 2-1 بياكد على الكلام ده، لانه الفريق العماني فريق رائع جدا صراحه. نعم. فده كان متوقع يعني. نعم. كابتن هيثم، انا اعتقد منتخب عمان ما ظهر زي ما ظهر في التصفيات او في المجموعات، مش التصفيات، في المجموعات. انا اعتقد السبب ارهاق المنتخب العماني، ده كان امبارح منظره ما المنتخب العماني شفناه. اضف الى ذلك ما بخصص من المنتخب التونسي، بالعكس منتخب على اعلى مستوى، لعيبه على اعلى مستوى، عنده لاعب اسمه هانيبال هانيبال بيلعب مانشستر يونايتد اتضح. ده لاعب يعني على اعلى مستوى، لاعب فاخر جدا. غير كده المدرب التونسي محظوظ بلعيبه بيعملوا على تغيير المراكز، يعني بالمناسبه امبارح تونس استحوذت على المباراه بالطول والعرض، الا يمكن الشوط الثاني صحه المنتخب العماني ولكن برضه تونس خلصت المباراه بالخبره، باللعيبه العاليين. على ذكر الخبره، يوسف مسيكني يقدم يعني صح قدمه كبيره للمنتخب التونسي في هذه البطوله، صح احد المفاتيح كان في اللعبة. هو صاحب الهدف، هدف الفوز، احد المفاتيح وبخبرته. لكن ده بيثبت لك انه المنتخب التونسي امبارح هو بيلعب 4-3-3، لكن التشكيله اللاعبين جوا الملعب بيغيروا مراكزهم، يعني انت دي بيسموها انه اللاعب عنده اكثر من اداء. يعني هو مثلا بيكون في طرف الشمال لكن بتلقاه خشه ولعب صانع لعب، غير كده تلقاه ورجع للباك. فالمنتخب التونسي بيدي خلص المباراه مع عمان يعني. نعم. قطر تقصوا على الامارات بخماسيه الشوط الاول، قطر انهت المباراه تماما، اخطاء كبيره من اللاعبين الامارات كلفته بخمسه اهداف. حتى فريق الامارات لما تاهل للمرحله دي ما قدم مستوى طيب، لكن من حسن حظه كان المجموعه اللي هو كان فيه يمكن نوعا ما مقارنه بالمجموعات الثانيه. نعم. كانت ساعدته انه يتاهل يلاقي قطر، لكن نتيجه برضه واقعيه، بس الناس ما كانوا متوقعين انه يكون خماسية. نتيجه خماسيه. نعم. قاسيه بالصوره دي، لكن فريق القطري طبعا معد نفسه جيد، فشكل المباراة كبيرة جدا. فالامارات للاسف الشديد يعني ما شاهدناه حتى في حتى لما نتاهل ما قدم المستوى المعروف بالنسبه له. قطر راح تواجه الفائز من الجزائر والمغرب، مباراة حتكون كبيرة صعبة جدا. نعم. في مسار فريق خطر جدا. قطر يا كابتن هيثم، انا اعتقد قطر حسمت المباراة على نار هادية. الشوط الاول 5 خماسيه. ايوه، وبالمناسبه لو رجعت لاحصائيات المباراه نسبه الاستحواذ للامارات كانت اكثر من قطر. نعم. بكثير، بس قطر لعبت على اخطاء الامارات. نعم، هي كلها اخطاء فرديه بالضبط، لعبت على اخطاء الامارات، وقطر لعبت بالضغط العالي على حامل الكره على اساس يولد الخطا، واستفادت بنسبه 100% من الاخطاء دي وقدرت تحرز 5 اهداف. نعم. الشوط الثاني المنتخب القطري عمل حاجه كبيره جدا، مدرب، وده مدرب عالمي بالمناسبه، انا محترمه جدا. نعم. اخرج معظم الاساسيين تحسبا للمباراه جاياه مغرب جزائر، مباراه نار. نعم. طلع معظم الاساسيين. نعم. وكمل المباراه بكل ثقه وانتهى مع المنتخب الاماراتي يعني في الشوط الاول. نعم. مصر والاردن والشوط الإضافي الآن الأول شغال، والمباراة ما زالت التعادل بهدف لكل فريق. تقدمت الأردن ثم عادل مصر. الأردن هو الحصان الأسود. نعم، يقدم مستويات كبيرة للبطولة صراحة، وقدم. نعم. مستويات كبيرة وقدر يكسب الأخضر السعودي برضو. نعم. ففريق منتخب رائع جدا في 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 النسخة الحالية صراحة. نعم. فالمنتخب المصري يعني أنا أعتقد إنه اصطدم بال فريق المنتخب الأردني، وما كان متوقع أنه يحصل نتيجة زي دي، لأنه فريق محترم جدا، فريق عد نفسه للبطولة العربية بصورة رائعة جدا، وانعكس ذا في مستواه صراحة وفي تأهله، ما تأهل عن طريق الصدفة صراحة الفريق الأردني. نعم. نعم. مصر تواجه صعوبة في المباراة، التعادل هي كانت متخلفة في المباراة بهدف وتعادلت، والآن الشوط الإضافي الأول، ودي مباريات مصر مع عدنان حمد. نعم. مدرب المنتخب الأردني. نعم. كاريزما عدنان حمد دائما مع مصر. نعم. وهو كعبه أعلى، لكن أنا أقول حاجة، المنتخب المصري من المرشحين. نعم. ومن أجمل الفرق اللي بتلعب مباريات ثابتة على مدى المجموعات، بس إحنا تكلمنا وقلنا إنه الأردن ممكن يحدث مفاجأة لأنه بيلعب بالروح. نعم. والفريق اللي بيلعب بالروح ده فريق مرات بيكون مزعج جدا للفريق الثاني. نعم. فانا اعتقد الى الان الكفه يعني هي متعادله، وانا بالنسبه لي ما في مفاجاه، ولو فازت الاردن ما في مفاجاه. طيب جميل. قمه المباريات، قمه ربع النهائي في البطوله العربيه، ديربي شمال افريقيا، الجزائر والمغرب، والمغرب والجزائر. الفريقين اجمل فريقين لعبوا في البطوله دي، كوره شامله، كوره ضاغطه، كوره حماسيه، عندهم نجوم على اعلى مستوى، مدربين على يعني بقول اعلى مستوى، بس مدرب المغرب اعلى شويه من مدرب الجزائر على يعني، دي من وجهه نظري برضو. انا اعتقد المباراه دي ممكن تفرز البطل يعني، لكن كره القدم ما فيها الا حسابات واقعيه جوا الملعب.
صراحة التنبؤ في المباراة صعب جدا لقرب الفريقين في المستويات، في الأداء، في طريقة اللعب ذاته، يعني في الحماس، في الثقة في الملعب. فأنا أعتقد مباراة صعبة جدا. صعب. والمسار صعب، المسار الفائز منه حيقابل قطر. حيقابل قطر. نعم. المسار صعب، لكن هم صراحة أكثر فرقتين أنا يعني خدت لهم الترشيح في البطولة. معهم كان المنتخب المصري والرابع كان منتخب القطر، يعني أنا ده كان تصنيفي اليوم. نعم. كابتن دسر. طبعا مدرب الجزائر لأنه شاب بالنسبة لمدرب المغربي مدرب مخضرم، لكن المنتخب الجزائر بيملك عناصر، عنده حلول. والمباراة مع احترام شديد للمنتخب القطري الكاسب من جولة الديربي، ديربي المغرب العربي، هو اللي حيكون طرف في النهاية، ده متوقع يعني. طيب هل اليوم المباراة تتوقع انه يعني الكفة ما إلى وين؟ والله شوف الكفة مستوى الفريقين المنتخبين في من ناحية بتاعت لو أخذناها من ناحية بتاعت أفراد وعناصر، الجزائر المنتخب الجزائري يعني زاخر بنجوم كبيرة جدا عكس المنتخب المغربي اللي جاء يعني بفقد عدد من العناصر، لكن المدرب زي ما ذكر هيثم مدرب متمكن، مدرب المغربي وعنده مفاتيح اللعب على الصيد الأيمن. بالنسبة دائما هو بيركز على الصيد الأيمن من الجبهة الخاص بالمغرب والجهة اليسرى للخصوم. والمغرب لم تهتز شباكه، ما انتهت لأنه صامد جد، بيلعب كرة حديثة، كرة جماعية وفريق منظم جدا صراحة. لكن أنا بعتبر أنه مدرب المنتخب المغربي مدرب واقع جدا، مدرب ذكي جدا، مدرب يعني مع العناصر اللي عنده بيقدم مستويات كبيرة خالص يعني صراحة. أعتقد منتخب المغرب كلين شيت تقريبا. نعم بدون شباك لم تهتز. أعتقد كده. نعم أيوة بالضبط. مصر تحرز الهدف الثاني الآن. من حقها برضه. فريق كبير طبعا، فريق خبره، مدرب خبره، متوقع برضه. لا لا ما 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 غريبه ابدا، فريق خبره، فريق مدرب خبره، لعيبته لو معظمهم نقول من الدوري المصري بس دوري عالي جدا جدا. بس المباراه ما زالت في الملعب بالضبط. وفريق قدم يعني احنا شفناه في الدوري المجموعات، معاناه المنتخب المصري لانه المنتخب الاردني جاهز يعني صراحه، البنيه، اللياقه البدنيه، البلاغه الذهنيه، اللعب الجماعي كله متوفر، والحماس صح. فعشان كده مباراه صعبه بالنسبه للمنتخب المصري. صحيح. طيب جميل، بالتوفيق للمنتخبات العربيه والبطوله العربيه حقيقه افرزت مستويات كبيره تصب في مصلحه الكره العربيه. طيب الدوري الاسباني يمكن اليوم تجرى 4 مباريات في افتتاح الجوله او في اليوم الثاني للجوله 17، ولكن انا عايز اتكلم عن مباريات القط. مباريات القط، أساسونا يستضيف برشلونة، برشلونة العائد بعد الخروج من الأبطال أوروبا، برشلونة المترنح، برشلونة إكزافي بعد أن استلم زمام الأمر، وممكن هو فاز في الدوري في مباراتين وخسر في المباراة الماضية. ما المشكلة يمكن إخواننا ناس عاطف بيزعلوا، أنا حتى لما فاز في مباراتين كان قلت إنه يعني في إشكالية في أداءه، لأنه هو ده شيء طبيعي، لأنه ده أول مرة يأخذ دفة العمل في فريق كبير زي برشلونة. فالطريق ما بيكون مفروش أمامه بالورود، وللأسف الشديد برشلونة بدخل اللقاء مع أساسونا الفريق المتمرس. في يعني هو جريح وجاي طبعا خارج من البطولة الأبطال أوروبا، أبطال أوروبا، وجمهوره طبعا ما حيقبله إلا بالنظر، لكن مباراة صعبة جدا لبرشلونة صراحة. نعم. فالناس تصبر يعني تصبر المدرب الكبير. طيب صراحة. كابتن هيثم، برشلونة وساسونا، برشلونة إكزافي وبرشلونة الخارج من أبطال أوروبا، يعني أنا ممكن أقول بعض بصمات إكزافي بدأت تظهر على برشلونة، لكن ما زال إكزافي وراه شغل كثير، لانه التنظيم الدفاعي اللي كان مزعج في برشلونه لسه فيه شويه باقي ومحتاج له زمن زي ما قال كابتن مدثر. إكزافي محتاج زمن، لكن الصدمتين بتوعنا الدوري بتوعنا الشامبيونز ليج ديل بيحتاجوا برضه لشغل نفسي عالي جدا جدا، لو ما قدروا يتجاوزوها ممكن تعرضوا لمشكله مع فريق عاتي وفريق قوي جدا أساسونا، وبالذات يعني انه حتى أساسونا محتاج انه مطلع انه يحسن من الوضع الترتيبي له، وفريق رائع جدا. فانا اعتقد برشلونه في المركز العاشر، في العاشر انا اعتقد برشلونه بيواجه في مشاكل وحيواجه في مشاكل، رغم انه يعني أساسونا ما متعود انه يكون في الترتيب ده. نعم. لفترات كبيره واصل كتنزل. وبرشلونة حيواجه مشاكل لسه، ولسه حيواجه مشاكل لانه المشكله الاداريه والاقتصاديه يعني زي ما بقولوا متراكمه، فانا ما حقدر بين يوم وليله احل كل الامور، لكن انا اعتقد شويه صبر على إكزافي ان شاء الله بصماته تكون واضحه ان شاء الله.
قدم ايضا قمه الجوله 17 ديربي مدريد، الريال المتصدر ب 39 نقطه يقابل اتلتيكو صاحب المركز الرابع ب 29 نقطه، والفريقين منتشين بصعودهم في ابطال اوروبا، الريال كمتصدر للمجموعه واتلتيكو مدريد بعد صراع قوي في مجموعته هنا صعد كثاني في المجموعه. مباراه دائما ريال واتلتيكو ومدريد دائما مباريات صعبه، مباريات دائما ما يجد الريال صعوبه في الفوز على اتلتيكو مدريد، وانا اعتقد دي برضه اللحظه اللي هيلقى فيها صعوبه كبيره جدا، لانه اتلتيكو مدريد زي ما بقولوا وصل للنقطه اللي هو كان دايره، لانه ترتيبه في الدوري كان بعيد شويه، لكن بعد ده رجع للوضع الطبيعي بتاعه في الدوري، انه خش في منظومه الاربعه الكبار، هو عنده حسن مباراه مؤجله ممكن تخليه يمشي على المركز الثاني تقريبا او الثالث. فالريال حيواجه صعوبه جدا جدا، كاريزمه سيميوني يعني كاريزمه الديربي بين الريال واتلتيكو ممكن تسبب للريال ازعاج كبير جدا، المباراه ما ممكن تتحسم بالساهل، ولو اتحسمت انا ما اعتقد يكون في اهداف كثيره. بالمقابل برضه الفريق الملكي فريق يعيش اجمل ايامه بمستويات عاليه جدا في الشامبيونز ليج في الدوري، أموره ثابتة، عنده لعيبة يعني بدوا يظهروا بقوة، بدوا يتحرروا من الضغوطات اللي كانوا فيها، وبدوا يلعبوا له كورة واقعية جدا، حتى لعيبته الكبار في السن بدت كاريزمة السيطرة بتاعتهم في منتصف الملعب، مودريتش، كاسيميرو، توني كروز، الثلاثة ديل يعني لفترات سابقة كده كان بتكون إشكالية هم لاعبين، لكن لا حس رجعوا لوضعهم الطبيعي. وضع الثلاثة ديل في ريال مدريد لو هو مستقر بتلقى الريال في أعلى مستوياته، عنده بدلة جاهزين جدا، أنشيلوتي رجع كاريزما للريال، أنا أعتقد مباراة قمة وهي مباراة مدربين أكثر. كابتن مدسر صعوبة كبيرة، دائما مباريات الديربي فيها صعوبة جدا، بالرغم من أنه زي ما ذكر أنه يعني عودة اللاعب توني كروس بالمناسبة عاد لمستوياته المعهود، لكن المباراة صعبة جدا من أصعب المباريات لريال مدريد، لأن مباراة أتلتيكو مدريد برضو فريق عريق وعنيد جدا وبقدم مباريات كبيرة جدا ومتأهل حتى في البطولة الأوروبية. نشوة هم الاثنين داخلين بنشوة الفوق التاهل في التاهل، وبالتالي إنه المباراة دي صعبة جدا لفريق للريال مدريد. فمباراة بتكون مكفولة نوعا ما، ولكن النتيجة بتكون يا إما تعادلية أو بفارق هدف للفريق الإنتر. طيب جميل، إن شاء الله سهرة ممتعة هتكون غدا في قمة الجولة 17 من الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وريال مدريد، وهي مباريات دائما ما تكون مثيرة ومتابعة من الجماهير الرياضية. الدوري الإنجليزي اليوم مان سيتي يحقق ويحافظ على الصدارة على ويلفرهامبتون، يحقق الفوز 1-0 ليصعد إلى الصدارة أو يواصل في الصدارة ب 38 نقطة. مان سيتي صراحة له فترة بيقدم مستويات وعروض رائعة جدا، ذا شيء طبيعي جدا، فأنا أرشح بقوة إنه يكون ممكن هو مفاجأة الموسم هذا من فترة يحسم اللقب. نعم كابتن مدسر وراء أو كابتن هيثم عفوا وراء يعني سيتي كان يعني قدم ممكن لقى صعوبة الفوز بواحد صفر، ستيرلينج هو من أحرز الهدف وحافظ على الصدارة. وطبعا مان سيتي فريق متكامل، لكن هو في الفتره الاخيره بيواجه صعوبات، اعتقد بيواجه صعوبات لبعض الاصابات المؤثره جدا فيه، عنده اربعه من ارتكازات لعبه مصابين، دي بروين مصاب، ووكر مصاب، ستونز مصاب، برضه عنده لاعب رابع مصاب من ما قادر اتذكره، لكن عموما هو منظومه نادي كبير جدا، هو الان في ترتيب الصداره، واعتقد مواجهه بشراسه ما طبيعيه، لانه فرق النقاط بينه مع ليفربول ومع تشيلسي بسيط جدا، نقطه ونقطتين. فطبعا الدوري الانجليزي احنا بنعتبره حس هو اعظم دوري في العالم واقوى دوري في العالم، فدوري الصبر، دوري النفس الطويل، دوري الفريق اللي بيقدر يحافظ على امكانيات تواجده في الشامبيونز ليج وامكانيات تواجده في البطولات المختلفه، ديربي المدرب اللي بيقدر يعيد فريقه على مدى موسم كامل مليء بالضغط والصعوبات والمباريات الكثيره، ما بيحسم الا بالطريقه دي. فالسيتي حسه ماشي كويس، هو كان تحت طبعا وجراجع للاول، فهو ما من النوع الفرق اللي بيفقد الصداره بسهوله يعني. نعم. طيب المباراه الثانيه ليفربول ايضا يحقق انتصار وهدف على استون فيلا، مباراه ممكن كانت مباراه فيها عاطفه كبيره بحكم جيلارد وتواجد اليوم في ملعب ليفربول، ليفربول اصبح في المركز الثاني ب 37 نقطه. هذا الكلام هسه قلنا احنا، شوف كونه الدوري الانجليزي هو افضل دوري في العالم واقوى دوري في العالم ما في شك، ده بالارقام لما تجي مربع الدوري ابطال اوروبا بتحصل
ثلاثة أندية على الأقل أو ناديين من حتى في الدوري الأوروبي دائما بتلقى الدوري واحد من الأندية متواجدين ثلاثة أو نعم. ناديين. ليفربول بالمناسبة من الأندية الرائعة جدا بيقدم مستويات كبيرة ومع السيتي اللي احنا ذكرناه عشان كده الصراحة يكون عنيف جدا في الصدارة. وأنا الكلام ده يمكن قلته في حلقة من الحلقات قلته حتى وإن كان تشيلسي هو مصدر هيعاني مع السيتي ومع ليفربول ديل فيليبو في اللفة الأخيرة هم ديل حيجي يضيقوا الخناق على فريق تشيلسي لأنه دائما ديل تواجدهم في الصدارة وفارغ النقاط دائما زي ما لاحظتوا أنتم من لفترة طويلة دوريات الإنجليزية دائما تحصل إنه من الأول للرابع بيكون فارق النقاط بسيطة جدا ممكن الرابع يغفل المركز الأول والثاني والفارق بين الأول والثاني نقطة وبين الثاني والثالث نقطة كده عودونا في نعم. كل منافسات ومن من 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 النسخة الحالية في نعم. كل النسخ اللي تشارك فيها. طيب استون فيلا ممكن جيلارد قدم مستويات كبيرة مع استون فيلا خسر المباراة الماضية أو قبل الماضية واليوم يخسر بهدف ولكن جيلارد اليوم ممكن ليه استقبال كبير من جماهير ليفربول وجيلارد واحد من اساطير الكره نعم اساطير الكره وفي نفس اللحظه هو اصطدم بفريق جاهز فريق نعم. متمكن فريق متمرس ليفربول يعني للاسف انه دي الخساره الثانيه نعم. على استون فيلا صراحه لكن ده ما معنى انه الفريق استون فيلا نفسه قادر انه يعود نعم. لكن طبعا زي ما قلت لك انه السيتي وليفربول انا برايي انهم كعبهم عالي جدا في دوري هذا العام. كابتن هيثم مباراة عاطفية وأسطورة نعم. ليفربول طبعا نعم. جيرارد يعني أنا أتوقع يعني صعب جدا أنك تواجه فريق زي ليفربول لأنه بيلعب بطاقة هجومية عالية جدا بيلعب بارتداد بيلعب بسرعة صعب جدا أنك تواجه فريق زي ده وتطلع منه بسهولة. فالنتيجة أنا حتى شايفها قليلة بالنسبة للقوة الهجومية لليفربول قصاد الوضع الدفاعي والتنظيم الدفاعي بتاع أستون فيلا نعم. لكن أنا أعتقد جيرارد ما بنقدر نحكم عليه الآن تولى المهمة في وقت برضو كان مزعج جدا بالنسبة له وقت إنه أستون فيلا كان عنده مشاكل كثيرة. مباراة زي ما بقولوا ثبتت الترتيب السيتي الأول ليفربول الثاني وهي مسلسل التلاحقات أرض أيضا ليفربول ما من الفرق اللي ممكن بعد ما يصل لمراحل متقدمة في الترتيب يفقدها بالساحل يعني بالذات في ظل وجود يورغن كلوب يعني. أستون فيلا ممكن هو خاط هو في المركز العاشر استون فيلا في المركز العاشر برصيد 19 نقطة فائز في 6 مباريات ومتعادل في مباراة وخسران 8 مباريات بالضبط. ده الوضع المزعج بتاع استون فيلا نعم. والوضع اللي خلاهم يغيروا المدرب فالآن برضو جيرارد أنا أعتقد يحتاج شوية بس من الصبر لأنه برضو جيرارد مع أنه بدايته موفقة مع استون فيلا نعم يعني حيحتاج هو شوية صبر وحيستمر لأنه أنا أعتقد جابوه كمشروع ما جابوه كمدرب وقتي أو كمدرب مرحلة يعني نعم. يعني زي نوع اللعيبة زي نوع المدربين اللي بيجيبون بالطريقة دي بيكونوا مدربين مشروع لأنه بيكون جاي من أكاديمية جاي من فرق قدم فيها حاجة فبيقوم بيجيبوه عشان يعني يعمل مشروع للنادي ككل يعني. نعم. طيب المباراة الثالثة أيضا هي مباراة في للفرق الصدارة تشيلسي وممكن تشيلسي لقى صعوبة كبيرة في الفوز على ليدز 3-2 هي نتيجة المباراة. تشيلسي كان ممكن متخلف بهدف ولكن في النهاية هو أخذ 3 نقاط بالفوز ب3-2 وأصبح في المركز الثالث برصيد 36 نقطة وتشيلسي يمكن هو كان متصدر للدوري أسابيع عديدة لكن خسارته قبل أسبوعين هي من كان السبب في إنه يغادر الصدارة. عقد تشيلسي في أغلب الفترات بيكون هو متوهج بيكون في الصدارة لفترة طويلة. نعم. دائما نحن لفترات كثيرة إحنا بندرس بواقع تشيلسي بإنه بيفقد الصدارة بكل يسر يعني صراحة. عشان كده إحنا الموسم ده بالذات يعني تشيلسي لو لا إنه فرط في عدد المباريات كان بيكون مرتاح في الصدارة بفارق كبير من منافسينه. لكن سرعان ما حاول نزيف النقاط وخلى انه فرق الترتيب الثالث والرابع يجي يكتسبوا الصداره. لذلك انا برى انه تشيلسي اصلا في اللفه الاخيره في الدوري الانجليزي له فتره كده ما نفسه ما طويل صراحه ما محظوظ. مباراه ممكن تشيلسي لقى صعوبه كبيره هو الدقيقه 28 ضربه جزاء مباراه فيها 3 ضربات جزاء ضربه جزاء لليدز احرز منها الهدف عاد لتشيلسي في الدقيقه 42 الدقيقه 58 تشيلسي من ضربة جزاء يحرز الهدف الثاني الدقيقة 83 ليدز يحرز التعادل الدقيقة 94 ضربة جزاء لتشيلسي أنهت المباراة لصالح تشيلسي يعني ضربات جزاء نعم
أنا ما أعرف ما حضرت المباراة بس ما متأكد هل رجع مهاجم تشيلسي لوكاكو ولا ما رجع المهاجم الصريح. أنا عايز أقول حاجة، ليه فترة تشيلسي هو مترنح بسبب أسلوب توخيل. أسلوب توخيل عايز يلعب زي ما بيلعب السيتي في عدم وجود مهاجم صريح، هو ما حيقدر يعمل الحاجة دي. السيتي مع غوارديولا غير، طبيعة اللاعبين غير، الثلاثة اللي بيلعبون قدام غوارديولا بيقدروا يفرقوا ما زي حقون تشيلسي. تشيلسي بيعتمد على لازم يكون في مهاجم صريح، ودي يمكن الفترة اللي فاتت لوكاكو بعد الإصابة وكذا عسرت تشيلسي كثير. لو ما رجع المهاجم الصريح لتشيلسي أسلوب توخيل ما حيقدر ينفذ به حاجات كثيرة، حيعاني حيواجه مشاكل، ممكن يكون عنده وكمان أنا أقول عقم تهديفي، يعني ضربات جزاء ضربات جزاء دي معناتها كحلول واضحة ما كانت موجودة. يمكن الوضوح فيها أنه المهارات واستخدام الإمكانيات الفردية هي اللي فرقت في المباراة. أعتقد تشيلسي يحتاج أنه يعني توخيل عندك فريقين، عندك إمكانيات عالية للاعبين، في تراجع محتاج لمراجعة، محتاج خاصة أنه يعني الصراع الدائر في الفروق المقدمة، يعني أي خسارة أي تعثر حتى ولو بالتعادل يفقدك مراكز عديدة. مباراة قادمة أمام إيفرتون ومباراة صعبة، إيفرتون خاصة أنه عاد لسكة الانتصارات. نعم، وبالذات أنت كنت متصدر وبدأت تترنح وما قادر تتجاوز الحالة دي، لأنه ترنحت فقدت الصدارة. وآخر ثلاثة مباريات تشيلسي ما هو تشيلسي العادي، ما هو تشيلسي اللي حتى في دوري الأبطال متعادل 3-3 وفقد الصدارة بتاع مجموعته. بالضبط بالضبط. فأنا أعتقد توخيل المفروض يعمل مراجعة سريعة جدا للوضع الحاصل. وأنا من وجهة نظري السبب إنه يمكن، يعني أنا بقول من وجهة نظري المهاجم الصريح. لا هو أنا بعز إنه تشيلسي الغيابات، يعني المباريات دي حتى المباراة اللي تعادل فيها في أبطال أوروبا وفقد الصدارة هو كان بيفقد كانتي وعدد من اللاعبين، وما بالرغم إنه رجع لوكاكو كان في المباراة وسجل هدف يعني من الأهداف الثلاثة، لكن تشيلسي يعني في المباريات الأخيرة لو عاد لاعبيه من الإصابة يفقد لاعبين أخر من الإصابة يعني كده، لأنه أنا ما أعتقد يمكن برضو جراء المنافسة الطويلة اللي كانوا مشاركات اللي اتعملت وهذا أثر في فريق تشيلسي صراحة ما مكتمل في أي مباراة، سواء كان في المنافسة الدوري الإنجليزي أو الدوري الأوروبي ما كان مكتمل صراحة. نعم. المباراة الأخرى أرسنال يضرب ساوثهامبتون بثلاثية. أرسنال برضو مستواه ما ثابت متأرجح مرة، هو خاسر المباراة قبل ده. نعم خسران. وكاسر مباريات بعد ما كان هو بعيد ورجع دخل في جو المباريات وبقى ينتصر وجاء حسن وضعه الترتيبي كان متأخر لكن جاء خسر آخر مباراة. لكن فريق الأرسنال طبعا ما الأرسنال اللي نحن نعرفه من زمان صراحة، لسه فيه غيابات، فيه برضو العدم، الجهاز الفني بتاع أرسنال نفسه يعني مستواه ما ثابت، يعني حتى فريق أرسنال نحن حتى المباريات اللي هو كسبهم بالمناسبة برضو ما قدم المستوى الكبير يعني اللي معروف به. وفريق الأرسنال اللي كان هو بعض مش للدوري الإنجليزي، بعض كان في على مستوى الدوريات الأوروبية صراحة، نادي عريق ونادي تاريخ. كابتن هيثم، أرسنال الآن هو في المركز الخامس ب 26 نقطة، ممكن تحسن كبير في الترتيب بالنسبة لأرسنال بعد هذا الفوز. وطبعا حتى من بداية الدوري، يعني بداية الدوري هو بدأ بداية متعسرة نعم. ومزعجة جدا جدا نعم. بس أنا عايز أقول حاجة، الفكرة في أرسنال فيه مشكلة من وجهة نظري، يعني الفكرة في أرسنال من زمن مستر أرسن فينجر كان بيعتمد على إنه يكون النادي استثماري أكثر من هو يكون نادي بتاع بطولات وبتاع، عشان كده دائما ما كنا بنلاقيه بالتنافس بتاعه بشدة في الدوريات وفي الكؤوس، ويعني حتى ألقابه ما كثيرة كده زي الفرق المقدمة في الدوري الإنجليزي. فأعتقد لسه الفكر متواصل في الحالة دي، يعني حتى بعد قدوم مستر أرتيتا هم بيعتمدوا كثير على لعيبه الشباب وعلى الاكاديميات وعلى الاكتشافات وكذا. يعني اضافه لكلامك ده، فارسنال ده على مستوى العالم هو بيبث الاكاديميات ونادي معروف عالميا في كل بقاع العالم، بالرغم انه لما تجي تشوف النادي المعروف ده انجازاته في البطولات ما بيكون، لانه هو نادي استثماري اكثر. ده فعلا فكري ماشي عليه الارسنال من فتره. ساوثهامبتون هو في المركز 16 ب 16 نقطه، 3 انتصارات فقط، 7 تعادلات، 6 خسائر. دي فرق المؤخرة طبعا في الدوري، وفرق ما حتزيد عن كده، حتكون متأرجحة في المراكز دي، لأنه يعني حتى
حتى فرق المقدمة ما حتدي فرصة، ما بده فرصة، لأنه ديلاك فرق زي ما بقولوا منظومة كاملة، دي بيكون عندهم خلل، ما بيكونوا كاملين زي باقي زي فرق المقدمة. فساوثهامبتون شوف الدوري الإنجليزي ده بالذات، أنت من البداية لو ما استدركت نفسك، يعني حس إحنا نفتكر في الجولة 15 صح؟ نعم حاجة كده. نعم الجولة 17. الجولة 17. نعم. يعني وإحنا عندنا 40 38 جولة. أنت لو ما استدركت نفسك من بدري في الدوري الإنجليزي ده، نعم. أنت بتواجه خطورة كبيرة جدا جدا يعني. نعم. في هذه اللحظات تجرى مباراة نوريتش ومان يونايتد. نوريتش يحتل المركز الأخير 10 نقاط، ومان يونايتد يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة. حقق انتصارين، كان على أرسنال 3-2، ثم على كريستال بالاس في الجولة الماضية بهدف، تعادل يوم الأربعاء الماضي في أبطال أوروبا 1-1، ولكن صعد كبطل للمجموعة. مباراة سهلة بالنسبة له، لأنه مباراة بالعمى مؤخر الترتيب، ممكن يصلح ترتيبه من السادس للخامس. نعم. عادل، لأنه هو فريق برضه مصدر مجموعته في بطولة أبطال أوروبا. أبطال أوروبا يعني. نعم. وإن كان برضه هو مستواه يعني نوعا ما أفضل، لكن ما زي أول، لكن بدأ التحسن بعد المدرب الجديد صراحة. نعم. كابتن هيثم، مانشستر يونايتد مباراة ممكن تكون سهلة أمام نوريتش، ونوريتش في المركز الأخير، ومانشستر يونايتد ممكن بدأ يتحسس طريق الانتصارات. والله طبعا هي بالنسبة للمدرب هي مباراة مهمة جدا، لأنه مدرب جديد بعد فترة من الترنحات للمان يونايتد، بعد فترة من الوضع ما كان بيشبه أصلا مان يونايتد. فأعتقد المدرب حي يعني ممكن مباراة زي دي يبث فيها الفكر بتاعه، ويرتب فيه أموره، يرتب فيها أموره مع اللعيبة، لأنه مباريات ما بتكون مزعجة زي مباريات الضاغطة. فممكن أنا أعتقد مباراة كويسة جدا بالنسبة للمدرب كبدايات له، ممكن يشكل فيها فكر كبير. مدرب ديال المناسبة مدرب مشكور الألماني دا رانينج، هو مدرب تقريبا مؤقت لست شهور فقط بالضبط. مؤقت، ويعني في النهاية ممكن يعمل لك شغل كويس يعني. بالذات الألمان ديال يعني بيجوا بتخطيط صحيح، بترتيب صحيح. حتى الفترة المؤقتة يعني حتى تصريحاته لو لاحظناها، تصريحات يعني رجل رائع جدا، رجل فاهم هو حتى بقول في شنو. يعني احنا قلنا التصريحات الإعلامية برضو المدربين دي ده فن ودي ثقافة وحياة يعني مطلوبة جدا جدا. أعتقد المان يونايتد لو دي فترة تصحيحية 6 شهور حيسجل بعد مدرب حيكون على أعلى مستوى. طيب كابتن هيثم، لو رجعنا لمستوى كريستيانو رونالدو بعد عودته للمان يونايتد، إسهاماته مع مان يونايتد في الفترة الماضية اللي هي الفترة اللي عاد فيها لمان يونايتد الكبير كبير. ويعني كريستيانو رونالدو في أي حتة هو أسهم، وحتى كمان أسهم في الشامبيونز ليج، أسهم في الدوري، أسهم مع تقدم السن، مع فارق زي ما بقولوا التكتيكات اللي كان بيلعب فيها ريال مدريد، يوفنتوس، دي مانشستر يونايتد، دي فرق بتلعب تكتيكات مختلفة. برضه هو بيكون يعني عنده إسهاماته وعنده إنجازاته، عشان كده ده حقيقة يعتبر واحد من أساطير كرة القدم يعني. كريستيانو رونالدو دوره يعني في مانشستر واضح، رغم أنه في كثير من المباريات دائما ما بيكون هو بادئ أساسي، بدخل الشوط الثاني، لكن دائما بصمته موجوده. وبالرغم انه جاء في فتره يعني كان بيدرب الهلال سوشيالشر المدرب المعروف البر، وكان في فتره بتاعت مانشستر يونايتد مستواه كان سيء جدا. جاء انقذ الفريق في مبارياته واحرز اهداف حاسمه جدا. وطبعا زي ما قال كبير كبير، في صراحه حاليا مع المدرب الجديد متوقع انه يعني يظهر امكانياته المعروفه، يعني بيكون اسهل، لانه المباريات اللي هو جاه في البدايات وكان المدرب الفريق ككل كان بيعاني مع المدرب سوشيال صلاح. نعم. حاليا مع المدرب الجديد كمان حيتفجر طاقاته افضل من هسه حاله. طيب كابتن مدسر، الصراع الداير في مراكز الصداره بالنسبه للدوري الانجليزي، نعم. وتوقعاتك في الفتره الجايه بالنسبه لتشيلسي، مانشستر يونايتد، سيتي وليفربول. طيب ده اللي انا كنت اتكلم عنه، دائما في كل الموسم بالكربون الدوري الانجليزي انت بتكون عندك 3-4 أندية المقدمة ديل بيكون كلهم حظوظهم متساوية جدا في النيل في الفوز باللقب. لكن أنا في الموسم الحالي قراءتي للأندية المتصارعة في الصدارة بستبعد تشيلسي صراحة، لأنه ما شايفه مش محظوظ. لكن المان سيتي وليفربول هم الأقرب، هم الأقرب. طيب كابتن هيثم، والله أنا هتكلم لك من سريعا بس لأنه ما عندي زمان، من المركز السادس. نعم. اللي فيه هو مان يونايتد لغاية المركز الأول. نعم. رغم إنه الفرق 10 نقاط. نعم. يعني المان يونايتد، توتنهام، وستهام، تشيلسي، ليفربول، مان سيتي، ليه ما بيطلعوا من الحالة دي؟ لأنه الدوري الإنجليزي طبيعته ما يعني ما بنعرف المفاجآت بتكون وين. طيب جميل، أنا زماني انتهى.
كابتن مدثر شاكر ومقدر لك وجودك معي في هذه الحلقه. شكرا لك استاذ طارق، وشكرا لكل التيم العامل معك في حلقه اليوم، ان شاء الله يكون اليوم وفقنا ان شاء الله تقديم. كابتن هيثم شكرا جزيلا، حلقه ممتعه بوجودك. شكرا استاذ طارق، ممتعه بك انت برضه، وشكرا كابتن مدثر، ونشكر كل الناس اللي تابعونا، وشكرا جزيلا للعاملين في هذه القناه. يعني مشاهدي الكرام، ان شاء الله نكون قدمنا حلقه ممتعه وقدرنا نغطي كل المحاور بصوره ترضيكم. تقبلوا تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج، ناصر لانكي في التصوير، محمد حسبه في هندسه الصوت، احمد الرئيس ومحمد فؤاد في هندسه البث، احمد سالم في قراءه التقرير، عز الدين سعدابي في المونتاج، محمد عصام في الجرافيك، محمد او التجاني محمود في الاشراف العام، محمد طه في التحرير، مخرجنا الجميل هشام يوسف، تحياتي طارق عثمان في الإعداد والتقديم. إلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.